جاهزين؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متدربين الأعزاء في فريق الاحتياجات التدريبية في القرن 21 وكذا في عصر الرقمنة. نحن معكم لنتمكن ونمكن من تقنيات هذا العصر، نتعلم ونعلم ونتقاسم، كل خاصة فيما يتعلق بأدوات مايكروسوفت، أدوات الجميلة التي فكرنا كفريق احتياجات تدريبية الخاص للعصر الرقمنة أن نبدأ مبادرة رائعة وجميلة، وهي مبادرة الألف معلم مبدع خبير، لنساعدكم وأيضا لنساعد أنفسنا كمدربين وأيضا متدربين، نتقاسم كل طريقة استعمالات برامج مايكروسوفت والتي تكون لها محاور أو أسئلة محورية في استمارة الترشيح لمعلم المعلم المبدع الخبير لهذه السنة. نعرف أن جل الأسئلة هي ربما قد تكون صعبة لأنها بلغة أجنبية، ولكن نحن لها بإذن الله، ولهذا قد وفرنا إن شاء الله، جئناكم بأحسن المدربين، أحسن الكفاءات التي قد يمكن أن يساعدوننا ويساعدوكم في اجتياز تلك الصعوبات. اليوم سوف نتطرق إلى الاستمارة، الأسئلة وخاصة الأسئلة الستة التي هي باللغة الإنجليزية، إن شاء الله سنتناولها بطريقة بسيطة ونشرحها ما المطلوب منها، لأننا والحمد لله كلنا لدينا برامج، لدينا مشروعاتنا، اشتغلنا طيلة السنة مع طلبتنا، لكن كيف نؤقلم ما اشتغلناه وكيف نضعه ونصيغ نصيغه في تلك الاستمارة؟ ما المطلوب منا إجابة على الأسئلة؟ ستكون معنا المدربة الرائعة التي رأيناها وهي قد أطوعت برنامج الجميل، برنامج الوان نوت، بإذن الله إن شاء الله، والكلاس بوينتس التي اشتغلنا عليه بشكل تفاعلي، الأستاذة الرائعة المجددة الأستاذة نهاد زكي. لن أطيل عليكم، سأترك زميلتي بإذن الله أن تبدأ في التدريب الرائع والمشوق بإذن الله، ونترك جميع الأسئلة إلى الأخير لكي يكون لقاؤنا بإذن الله منظم. بسم الله مجراها ومرساها، تفضلي أستاذة نهاد زكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شكرا جزيلا زميلتي الغالية أستاذة ليلى على هذه المقدمة الأكثر من رائعة، شكرا جزيلا لأستاذ فوزي اللي سمح لنا بهذه الفرصة الأخرى للتدريب والتمتع والاستفادة منكم وبخبراتكم، لأن أنا أقول دايما أن الورشة التدريبية ما هي إلا interaction، ما هي إلا تفاعل ما بين المدرب والمتدرب، ولو كانت الحمد لله بفضل من الله ونجحت الورش السابقة كان بفضل مشاركة زميلاتي وزملائي داخل فريق الاحتياجات التدريبية سواء من مدربين أو متدربين. أحب أبدأ بهذا الدعاء اللي أنا دايما أحب أبدأ به، اللهم تقبل منا عملنا واجعله لوجهك الكريم في خدمة المعلم الجليل الذي حمل رسالة الأنبياء والمرسلين. وخلينا نبدأ مع بعض فورا دلوقتي.
وهنبدأ بهذا السؤال. طبعا انتوا عارفين زي ما احنا قلنا دايما ورشنا الورشة التدريبية هي قائمة على التفاعل بيني وبينكم، تمام؟ فطبعا انتوا عارفين الطريقة، اتوقع خلاص عرفتوها ما شاء الله عليكم، بس بتفتحهم الكاميرا ما شاء الله. ابلة مروة سبقتك النهاردة، ابلة ايمان، تمام؟ عندي ابلة ايمان رفعت على طول اول يعني اول شخص بيكون داخل القاعة الافتراضية عندي. ابلة منى ممتاز، حلو، اوكي. ابلة ابتهال منتظراكم، شكرا يا استاذه ايمان، ما تاخرتيش عننا بعد. طيب، وفي طريقه ثانيه ان حضراتكم بتروحوا على المتصفح وبتكتبوا classpoint.app وبتبداوا ان انتم تشتغلوا عليها، تمام؟ وتكتبوا طبعا الكود عندنا اللي هو 24044 24044. ممتاز جدا، اسرع. انتوا كنتوا المره اللي طافت اسرع من كده، انتوا كنتوا المرة اللي طافت أسرع من كده، أسرعوا، لأن ما شاء الله شوفوا الورش، مو كل الورش أو الدورات اللي انتوا أخذتوها دايما الهدايا والشهادات كانت بتبقى متى؟ كانت بتبقى في نهاية الدورة، لا احنا الحين من بداية الدورة احنا هنعطيكم شهادات وهتشوفوا دلوقتي، فأسرعوا يلا بالدخول معانا عشان تكونوا متفاعلين معانا متدربينا الأعزاء. اوكي، وطبعا الطريقه الثانيه لو الباركود هذا مو فعال معاكم او شيء، تقدروا تخشوا مره ثانيه تبداوا من صفحه الجوجل تكتبوا في المتصفح classpoint.app classpoint.app وتدخلوا الكلاس كود، راح يطلب منكم 24044. ما شاء الله. راح اترككم نصف دقيقه لحين اكتمال العدد. ممتاز جدا، إن شاء الله بداية موفقة ما شاء الله عليكم. 63 64، أسرع أسرع ما شاء الله، مو عارفة أعد العدد من كثرة الاشتراك والله. خليني أشيك مس ليلى، ساعديني، كم متدرب عندك في القاعة؟ خلينا نسوي النهاردة كده تحدي تشالنج معاهم، كم متدرب معانا في القاعة يعني في التيمز داخل التيمز أستاذة ليلى أو أستاذ فوزي؟ صوتي واضح؟ 177 يا سلام، 177 يلا نسوي، خلينا 179 179 تمام. خلينا نشوف كده هم يعني، شوف احنا اليوم محضرين لهم مفاجأة تليق بفريق الاحتياجات التدريبية ومفاجأة تليق بمتدربينا الأعزاء، فخلينا نشوف بقى التحدي. خلينا انا المرة دي مشارك. تمام، حلو، ممتاز، ده انت هتتنورنا يا استاذ فوزي. الله يكرمك، ربنا يحفظك يا رب. حلو، يلا. ايوه شفته، ها خلينا نشوف كده، يلا يلا يا جماعه، اسرع اسرع. اوكي طيب، حلو، لا قفلنا المية كده، انا مش هبقى طماعه اكتر من كده واسيبكم، بس انا خايفه بس الباركود ما تقدروش تحصلوه، وانتم ما شاء الله عليكم بتحبوا تتفاعلوا معانا يعني. اوكي حلو، اوكي تمام. ممتاز، حلو جدا، مش هبقى طماعة أكتر من كده، خلينا نبدأ. وطبعا عند حضراتكم الطريقة الثانية عن طريق الجوجل، هتروحوا classpoint.app وتحطوا الرقم الموجود عندكم 24044. ممتاز جدا، يعطيكم ألف عافية على هذه البداية الرائعة والتحفيز بدخولكم داخل القاعة التدريبية. احنا راح نبدأ بهذا السؤال. الحمد لله العام اللي طاف انا حصلت على هذا البادج، وهذه هي السيرتيفيكت الخاصة ب Change Makers in Education اللي هم الملهمين، يعني هي المايكروسوفت، انا اشكرها يعني من هذه المنصة الرائعة، اشكر واوجه جزيل الشكر لشركة مايكروسوفت. الصراحة مايكروسوفت قاعدة تعلي من شأن المعلم وقاعدة تتعامل مع المعلم كأنه مؤسسة قائمة بذاته،
المفروض مايكروسوفت مؤسسة كبيرة، فلما تيجي تتعامل تتعامل على مستوى الحكومات على مستوى الوزارات، لا مايكروسوفت ما عملتش كده مع المعلم. مايكروسوفت رفعت القبعة للمعلم وقالت له أنت أيها المعلم مؤسسة قائمة بذاتك وسوف أتعامل معك على هذا الأساس، اتفضل اتعامل معايا. المعاملة ما بينك وما بين المايكروسوفت كمؤسسة عالمية هتبدأ من هذه أو من الحصول على هذه الشهادة اللي احنا بنقول عليها شهادة المعلم المبدع الخبير. احنا طبعا اختصارا بنقول عليها المعلم الخبير، لكن هي الترانسليشن الصح لها المعلم المبدع الخبير. طيب انا ودي دلوقتي الناس حضراتكم الحاضرين، ايه الهدف التارجت اللي انت داخل على اساسه تبي تحصل هذه الشهاده؟ اوكي، راح افتح لكم باب المشاركه وراح اعطيكم 30 seconds، 30 ثانيه تقدروا فيها تحلوا. راح افتح لكم الميوزك. أنا عارفة أن أنا لو استمريت ما شاء الله راح تستمروا في الإجابات بعد. طيب now، الاستمرار في تنمية نفسي، حلو، الإبداع والتميز، حبي وشغفي للتكنولوجيا، اكتساب مهارات الحياة، التنمية الذاتية، التطوير الذاتي، الانضمام للفرق متميزة، الحصول على الشهادة because I deserve it. فعلا يعني اللي كاتب أنا ودي أشوف من هذا أستاذة ليلى، فعلا you deserve it مثل ليلى، ممتاز جدا، حلو. طيب خلينا نقول فعلا إجاباتكم إجابات نموذجية، I will save it for review. أوكي، وأقدر أقول لكم بالفعل لما تحصلوا على هذه الشهادة راح تفتح لكم مجال للتطوير المهني مع شركة عالمية متخصصة بتنشئ الأدوات، أصلا هي اللي قاعدة تصنع الأدوات لنا وتخترعها لنا، تمام؟ فتخيلوا مدى الـ خلينا نقول ازاي هيكون التنميه المهنيه اللي هتحصل للمعلم، هتكون على قدر عالي جدا وعلى مستوى عالي جدا من الكفاءه. حضرتك هتقدر تتواصل مع الزملاء حول العالم وتتبادل معهم الافكار والابداعات ما بينك وما بينهم. المشاركه في مسابقات عالميه، في مسابقات عالمية بتسويها مايكروسوفت تحفيز للمعلمين الخبراء، وبيكون المعلمين الخبراء هم لهم الأولوية فيها، بيكون المعلمين الخبراء لهم الأولوية فيها، تمام؟ من خلال الـ MIE Expert هتكتشفوا بعد كده أن هيكون عندكم لستة كبيرة من المنصات الإلكترونية التفاعلية، المنصات زي الكاهوت زي البانسي، المنصات كلها قاعدة تتهافت وبتقول لك اتفضل أيها المعلم الخبير المبدع، أيها المعلم المبدع الخبير الذي تم ترشيحك من قبل المايكروسوفت، نحن جميعا نتهافت لكي تكون سفير لمنصتنا. وهتلاقوا بعد كده ان المنصات دي بيبقى في جزء منها مدفوع وفي جزء غير مدفوع، لا كلها راح تكون مجانيه لمده سنه كامله. فدي بعض من المميزات اللي حضراتكم راح تحصلون عليها بالحصول على هذه الشهاده. وانا اقدر اقول لكم ان هذه الشهاده كانت تعتبر مفرق الطرق ليا، هي كانت بدايه حقيقيه فعلا وفرقت كتير معايا في حياتي المهنيه والعلميه، تمام؟ ونبدأ مع بعض دلوقتي. وزي ما أنا قلت لكم وعدت لكم، إحنا اليوم غير، إحنا اليوم ورشتنا غير، بوجود أستاذ فوزي، بوجود أستاذ هدى، بوجود أستاذة ليلى، بوجود أحلى متدربين وأحلى فريق للإحتياجات التدريبية. فإحنا بدايتنا هتكون عبارة عن هدية. أستاذ فوزي أنا بالفعل أرسلت لحضرتك هذا اللينك على الواتساب، أنا مش عارفة إن كان الشات عندي فعال ولا لا، أتوقع مو فعال عندي، صح؟ الله أكبر والعزة والدوام. أنا بس هستسمحكم هنسمع الأذان على ما أستاذ فوزي يبعت لكم في الشات اللينك. موجود عند حضرتك أستاذ فوزي؟ أيوة موجود. تمام؟ تمام حضرتك؟ ممتاز. أستاذ فوزي بس دلوقتي هيرسل لكم اللينك، خليكم بس واقفين عند اللينك شوية وما تسووش أي شيء غير لما أنا أشتغل معكم. وياريت كمان تكونوا محضرين الانونسمنت أو الإعلان الخاص بينا اللي إحنا سويناه اليوم، هذا هو أنا أعني، هذا هو ياريت يكون موجود عندكم مثلا في الاستوديو، شوف على حسب ما أنت قاعد تستخدم علشان يكون سهل. دلوقتي أنت دلوقتي هتحصل معانا على معلم معتمد من الكلاس بوينت، وراح تقدر تضيف هذه الشهادة ضمن الشغلات الموجودة أو المطلوبة عندك في داخل المعلم الخبير. أوكي؟ فياريت كمان تكون هذه متوفرة عندكم.
اوكي. يعني اللينك وهذه الصورة تكون متوفرة عند حضراتكم، لو تقدر برضو أستاذ فوزي تبعتها لهم في الشات بعد عشان تكون موجودة عندهم. حاضر. أوكي، تسلم يا رب. انتظرهم بس شوية لأن الشات برضو بيغيب عندي. أنا عارف، أنا عارف، لا أنا مع حضرتك، أنت عارف إحنا في منتهى الصبر معاهم بإذن الله. إن شاء الله. الآن وصل وهبعت لهم الصورة حالا. وانتظروا الهدية. نبدأ مع حضراتكم. احنا قلنا ورشتنا اليوم غير في وجود احلى متدربين، فبدايتنا راح تكون عبارة عن هدية. شلون الهدية مس نهاد؟ اضغطوا لي على اللينك وهنبدأ نشتغل مع بعض على الهدية مع بعض. اوكي، طيب الحين احنا راح ناخد شهادة من الكلاس بوينت اللي هي الأداة الجميلة اللي احنا بنستخدمها في التفاعل، وإن شاء الله أنا بوعدكم بإذن الله من خلال منصة الاحتياجات التدريبية راح نسوي لكم ورشة جميلة جدا تعرفوا فيها أسرار وخبايا هذا التطبيق أو الأداة العظيمة اللي بتحول الباوربوينت إلى أداة تفاعلية. تمام، حضرتك هنا هتكتب لي البريد الإلكتروني لحسابك الخاص بالكلاس بوينت، أوكي؟ أو اكتب لي أي جيميل أنت أوريدي بتستخدمه، يعني حتى بعد كده خلينا نقول إن حضرتك للحين ما استخدمت الكلاس بوينت غير داخل الاحتياجات التدريبية. شلون؟ لما أنا بقول لحضرتك مثلا هذا السؤال وأقول لك مثلا، خلينا نرجع للخلف، لما قلت لك لماذا تريد أن تكون معلم خبير، فأنت قاعد تستخدم معايا الكلاس بوينت وقاعد تاخد فكرة عنه، تمام؟ طيب، فأنت الحين معجب بالكلاس بوينت. معلش عايزين بس نهاد، معلش عايزين اللينك على الواتس عشان ما فيش شات. حاضر، اللينك على الواتس. استاذه مريانة، اللينك انا هبعته لك الان ووزعيه على الواتس. حاضر. حلو، هشيط بدري كاتبه لحضرتك. انا من بدري كاتبه لحضرتك فين اللينك، انا مستنياه. ماشي، انا هاخده من الشات وساعد في نشره استاذ. تمام، تسلم. ماشي، احلى جروب، تسلموا يا رب. طيب دلوقتي هنروح على اللينك وهنفتحه مع بعض كده. راح انتظركم شويه لغايه لما يتم توزيع اللينك. ترى الطريقه حيل سهله، يعني الحمد لله بفضل من الله. طبعا الكلاس بوينت اداه حلوه جدا، ويا ريت تبقى لنا بشكل مجاني كلنا، يعني مش بس مثلا 10 معلمين يحصلون عليها او شيء خلال الورش التدريبيه اللي احنا بنسويها. فاحنا فكرنا وتواصلنا مع شركه الكلاس بوينت، وترى دكتور جون اللي هو القائم على الشركه حيل متعاون معانا، وبالفعل لما عرضنا عليه الفكره وقلنا له احنا نبي اداه الكلاس بوينت تدش معانا داخل الام اي اي اكسبيرت بقوه، ونبي شركه المايكروسوفت كمان يا ريت توفرها لنا كاداه مجانيه داخل الباوربوينت، هو طبعا على طول تجاوب معانا وقعد يشتغل معانا طول الليل هو والفريق بتاعه عشان يوفر لنا الفورم ويجهز لحضراتكم الشهادات باذن الله. لما تخلصوا الفورم راح تحصلوا شهاده زي دي اللي هي الكلاس بوينت، وراح يكون اسمكم كلاس بوينت ايديوكيتر، يعني معلم معتمد من الكلاس بوينت. تمام، طيب طبعا عايزه اقول ان ورشه النهارده هتكون باذن الله جميله بجمال المدربين اللي سبقوني في التدريب، لان الحمد لله الاحتياجات التدريبيه ما سابت باب الا وطرقته، يعني المدربين عندنا ما سابوا باب الا وطرقوه في ما يتعلق بالام اي اي اكسبيرت، سواء الادج سواء
أستاذة ليلى في الفليب جريد يعني، ومعاكم لحظة بلحظة قاعدة كمان، حتى مو إن هي انتهت مهمتها إن هي أعطت الورشة الخاصة بيها، لا وقاعدة تتابعنا كمان في الرحلات وتنبهنا عليها يا أستاذ فوزي. سواء أنا مش عارفة أنتوا اشتغلتوا على الماينكرافت ولا لأ، يعني للأسف أنا انضميت للفريق مو بشكل مبكر، بس أتوقع حتى أنا لما بخش على اليوتيوب، اليوتيوب غني وثري بجميع التوبكس الخاصة بي، فإن شاء الله بإذن الله الورشة راح تكون بإذن الله يعني هنقول إيه ممهدة أصلا، تم تمهيدها من قبل عن طريق مدربين أكفاء من زملائي وزميلاتي في فريق الاحتياجات التدريبية. أتوقع كده كافي، إن شاء الله تكونوا حصلتوا اللينك كلكم، وهي الطريقة سهلة جدا، حتى لو الحين ما حصلت اللينك ممكن بعد كده إن شاء الله نوفره لك، هي الطريقة سهلة. طيب أنت لما هتيجي تتعامل مع الكلاس بوينت في المستقبل بإذن الله، راح أدربكم على الطريقة وشلون تسوون عليه حساب خاص لكم وهكذا، تمام؟ فاكتب لي اللينك، بس خلي بالك اكتب لي الجيميل أو اكتب لي الإيميل اللي أنت راح تتعامل به مع الكلاس بوينت. فأنا مثلا على سبيل المثال أنا هذا هو نهاد زكي at gmail.com. أوكي؟ طيب يبقى ده الجيميل الخاص بي على الكلاس بوينت، وتذكروا كويس، يعني في بعض الناس ما شاء الله بيكون عندهم أكثر من جيميل والياهو كده، لا والهوت ميل كمان، لا أنا عايزاكم يعني تكونوا مركزين، هذا هو الخاص بالكلاس بوينت اللي راح أستخدمه في المستقبل بإذن الله في الورش القادم. طيب الرجاء كتابة الاسم ثلاثي باللغة الإنجليزية، طبعا أنتوا زي ما أنتوا شايفين، خليني أوريكم تاني الشهادة اللي أنتوا راح تحصلوها من الكلاس بوينت، هذه هي الشهادة كلها مكتوبة باللغة الإنجليزية، فحضراتكم لو كتبتم الاسم باللغة العربية الشهادة هيكون يعني مش هتبقى لائقة، لازم كلها تكون باللغة الإنجليزية، تمام؟ فإحنا راح نكتب هنا مثلا نهاد عبد العزيز زكي، وحضراتكم معايا قاعدين تكتبوا الاسم ثلاثي. طيب المدرسة أو المنظمة، خليني أكتب مثلا أنا من مدرسة، أي مدرسة أنتوا تنتموا ليها اكتبوها، أوكي؟ مدرسة مثلا القبلية المتوسطة بنات، كل واحد يكتب مدرسته، أوكي؟ كله بالعربي، كله بالعربي ما عدا بس طبعا أكيد الجيميل بيتكتب أو الياهو أو كده بيتكتب بالإنجليش والاسم الثلاثي، وبعد كده كله باللغة العربية عشان نكون مسهلين عليكم. طيب المدينة، اكتب المدينة اللي أنت فيها، أنا مثلا هنا في الفروانية، الفروانية محافظة الفروانية مثلا، البلد الخاصة بي هي الكويت، الكويت. طيب شنو هي وظيفتي؟ أنا مدرس أو أستاذ جامعي أو مدير مدرسة أو مدرب وهكذا، طبعاً إحنا مدرسين، يعني الوظيفة الأساسية لنا كمدرسين. طيب المادة اللي أنا أدرسها مثلاً اللغة العربية، وكل واحد من حضراتكم اللغة الإنجليزية، سوري الإنجليزية، وطبعاً هنا كل واحد هيقدر يكتب بالإيه بالشغلة اللي هو يبيها، وبعدين حضراتكم بعد ما بتخلصوا هتضغطوا على Next. كيف اتعرفت على الكلاس بوينت؟ شوف حضرتك اتعرفت عليها مثلا من خلال محاضرة، من خلال مثلا محاضرة في فريق الاحتياجات التدريبية، اوكي. طيب كيف تعلمت على، انت شلون انت تعرفت على الكلاس بوينت؟ يعني انت مثلا شفته في زميل لك بيستخدمه، انت مثلا شفت حد بيستخدمه من المدربين في فريق الاحتياجات التدريبية كده. طب انت ازاي اتعلمت عليه بقى؟ حضرت مثلا تدريب من قبل المدرب معتمد، اختاروها لان ان شاء الله راح ادربكم عليها وراح تاخدون شهادات معتمدة من الكلاس بوينت. طيب في سويت ندوة عبر الانترنت، شفت فيديوهات على اليوتيوب، مجهود شخصي من زملائي other، يعني لو في كمان شغلة انت ممكن تكتبها، لو كل ده مش عاجبك وتبي تكتب الاذر تكتب شغلة تانية تقدر تكتب هنا اللي انت تبي، تمام؟ طيب الاخرى التي تستخدمها في التدريس، ايش يعني ايه المنصة الاساسية اللي انت قاعد تستخدمها في التدريس؟ مثلا هكتب هنا منصة تيمز التعليمية مثلا، وأدوات مايكروسوفت، وأدوات مايكروسوفت،
وأدوات مايكروسوفت. هيبدأ يقول هنا إرسال نموذج من الشرائح. طبعا هنا المفروض أن أنتم تسووا لي زي presentation، زي عرض استخدمتوا فيه الكلاس بوينت. والله لو متوفر عند حضراتكم، ما شاء الله في ناس يعني عندها خلفية بالكلاس بوينت، تقدر تحط الملف ده الباوربوينت الخاص فيها اللي هي مستخدمة داخله الكلاس بوينت. طيب طبعا احنا قلنا لهم امس، لا احنا في بعض المتدربين هم اوريدي بيستخدموه معنا كمتدربين في القاعة التدريبية، لكن هم للحين ما عارفين الخبايا يعني، حتى ويمكن ما استخدموش مع طلابهم، فكده انتوا راح تحرموهم او مش هتشجعوهم ان هم يكونوا كلاس بوينت اديوكيتور. فقالوا خلاص احنا بس ارسلوا لنا او اختاروا هنا، اضغطوا وابلود وسيلكت، اضغطوا على سيلكت واختاروا. احنا قلنا لهم احنا الانونسمنت، لحظه بس خليني اضغط على الديسكتوب. قلنا لهم الشهاده او الانونسمنت اللي راح تستلموها مننا، اللي هي هذه اللي انا قلت لكم عليها في البدايه، اللي هو الانونسمنت او الاعلان مال ورشه اليوم. قلنا لهم هذه الورشه هم راح يستخدموا فيها الكلاس بوينت، فراح تعتمدوا هذا الانونسمنت ان خلاص هذول تبعنا وهذول تعطوهم المعلم المعتمد لدى الكلاس بوينت. فقالوا اوكي، بس طبعا في المستقبل راح تضطروا بعد ما معطيكم الدوره ان شاء الله، بعد كده هتبقى ان انتم تحطوا لهم باوربوينت، بس الحين خلاص بس حطوا لهم الانونسمنت واضغطوا على كلمه اوبن. تمام، وبعد ما تضغط على كلمه اوبن اضغط على كلمه ابلود، هيبدا يحمل الانونسمنت بتاعهم وهيشوفوا ان انتوا تبع فريق الاحتياجات التدريبيه. اوكي، وبعدين هتضغطوا على كلمه سبميت. انا عايزه اقول لكم دلوقتي شركه الكلاس بوينت اصلا البلد بتاعتها سنغافوره. سنغافوره دلوقتي الساعه 1 مساء عشان تكونوا عارفين، يعني في فرق توقيت بيننا وبينهم. وهم وعدوني ان خلال نص ساعه، يعني هم المفترض ان هم نايمين، الناس نايمه، المؤسسه نايمه، فهو مخصوصا خاطر فريق الاحتياجات التدريبيه صحنا لكم سنغافوره وقلنا لهم اشتغلوا علشان متدربنا بمجرد انتهاء التدريب يكونوا وصل لكم في الايميل اللي انتوا كتبتوه دلوقتي، اللي هو مثلا على الجيميل او اللي انت كتبته، الايميل اللي انت كتبته راح يوصل لك شهاده معتمده من الكلاس بوينت، وتم كمان توقيعها من دكتور جون اللي هو المؤسس لهذه الاداء العظيمه. انا عن نفسي الاداة دي فرقت معايا جدا، انا كمعلمة، انا هو ده التوقيع الخاص بدكتور جون. الاداة دي فرقت معايا ان انا بيها استغنيت عن كثير من الادوات التفاعلية الثانية. كنت الاول بقعد كده شوية اروح هذا البرنامج وبعدين اروح عند البرنامج وروابط كتير داخل الحصة والطلبة يتشتتون مني، لا داخل الباوربوينت احنا كلنا، وانا ما بسويش شيء، انا اوريدي الباوربوينت كده كده متوفر عندي من السنوات اللي طافت، مجرد بس ان انا بعمل له عمليه تفعيل بحيث يكون في مشاركه ما بيني وما بين الطلاب. تمام، وطبعا على وعد باذن الله ان احنا راح نسوي لكم ورشه تدريبيه، وان شاء الله نحاول نجيب فيها دكتور جون كمان عشان يتعرف على استاذ فوزي ويكون لقاء جميل باذن الله. اوكي الله، تمام كده، ربنا يحفظك. الملف اللي هضيفه ملف ايه بقى؟ الايه اي اللي هو الانونس، لحظه الملف اللي حضرتك هتضيفه اللي هو اللي احنا قلنا عليه دلوقتي الاعلان بتاعنا. تمام هذا هو الاعلان بتاعنا، شوفوا بس الاعلان بتاعنا اللي هو خاص باليوم. اوكي هو المهندس كان يبي، هو اللي عنده باوربوينت وفي تفاعل وفي شغل انتوا مش شغالين فيه اللي هو الكلاس بوينت حطوه. طيب انا قلت له طب المتدربين، في بعض المتدربين للحين ما عندهم خلفيه عن الكلاس بوينت، قال لي خلاص بنعتمد الانونسمنت بتاعكم مال الاحتياجات التدريبيه اليوم. اوكي ان هو ده، نعرف ان هؤلاء المتدربين استخدموا معاكم الكلاس بوينت داخل الحلقه النقاشيه. اوكي استاذة نهاية اتفضل يا حبيبتي. I submitted now، يعني أنا رسلتها الآن في الشات، maybe the first أو submitted، وماذا وضعت يعني فقط لإفادة المتدربين؟ أنا وضعت سكرين. شوفي هم ما راح يعني يعطوك الشهادة على طول، هو اللي هم المهندسين اللي قاعدين أو الناس اللي مخصصهم دكتور جون مصححه لكم، هو من سنغافورة، هيقعدوا دلوقتي في خلال نص ساعة يشيكوا، يعني مو أي حد هياخد الشهادة بعد، فلازم يشيكوا يشوفوا انه فعلا الانونسمنت بتاعنا هو اللي تم ارساله. تمام
يعني لازم انا تشاهد. فقط انا يعني ملأت الفورم اللي رسلتي وعملت فيه يعني سكرين، يعني سكرين من يعني من كلاس بوينت، لانني انا لم اشتغل به بعد، ولكن بمتابعه لتدريب. انا فهمت فكرتك يعني الايديا يعني يوسف، يعني فيه يعني صوره عن الكلاس بوينت نفسها، يعني سكرين شوت من الكلاس بوينت في مايكروسوفت تيمز، يعني مستعمل داخل فيه مدمج، وبالتالي ممكن للمتدربين ان يعني لليوم او اي سكرينه فيها الكلاس بوينت، وبالتالي يسبميت هي الفكره هكذا استاذه. فكرتك جميله جدا، حتى انا قلت لهم افتحوها خليها فيديو، يعني اللي عايز يرسل فيديو، في ما شاء الله احنا كنا عاملين قبل كده مسابقات في الكويت عن الاحسن معلم يسوي لنا فيديو عن استخدام الكلاس بوينت، اللي عنده الفيديو، اللي عنده سكرين شوت، اللي عنده الاناونسمنت الاعلان الخاص بالاحتياجات التدريبيه وورشتنا اليوم، كل هذا حملوها ابلود از فايل وراح يتقبلوها منكم باذن الله. تمام كده؟ سؤال أستاذة آخر، يعني ربما يسأله المتدربون، يعني ربما أنا عملت يعني بروجكت فيه، يعني عملت شيء ربما صورة، ربما فكرت أكثر أن أعمل فيديو، هل كم عدد المرات اللي ممكن أن أسبميت أرسل؟ هل فقط لأنني أدخل بالإيميل خلاص بتاعي؟ خلاص لو حضرتك حصلتي اللي هو الشهاده هذه اللي هي اسمها كلاس بوينت ادوكيتور، وقفي خلاص، يبقى هما كده خلاص تقبلوا حضرتك. لا بيفور، لا قبل ما، يعني انا لم اقتنع بما ارسلته في الاول وعرضت ان ارسل مره اخرى. ممكن ارسلي مره اخرى؟ يا سلام، ارسلي مره اخرى، راح يتفعل معاكي اللينك، ما راح يقفل معاكي. اوكي، مفتوح اللينك. تمام، بالعكس هما راح يستمتعوا ان الناس قاعده تستخدم الاداه الخاصه بيهم. اوكي، طيب خلينا نشوف بعد كده، بعد ما خلصنا من الهديه الاولى. طيب مس نهاد، الهديه دي راح تفيدنا في ايه؟ خليني اوريكم الهديه دي راح تفيدنا في ايه. في جزء من الاسئله اللي هو ده الجزء ده جديد جدا، خليني الاول اعرفكم ايه الفايده اللي منها مايكروسوفت اعطت لنا هذا السؤال. المايكروسوفت قاعده تقول لنا حضرتك انت التيك كوميونيتيز او المجتمعات التعليميه اللي انت كنت مرتبط بيها وفعال في داخلها، زي مثلا الادوبي، زي البانسي، الفليب جريد، وهكذا لغايه لما نوصل للوكلت. اوكي، طيب ايه الهدف من السؤال ده؟ الهدف من السؤال ده، وطبعا في الاخر خالص لما نخش دلوقتي على اللايف اللي هي الاستماره السيلف انوميشن بتاعنا اللي هي اللايف، هنلاقي في كلمه other هنا في الاسفل، هنلاقي هنا في الاسفل كده كلمه other يعني ادوات اخرى، راح نلاقي كلمه other اللي هي ادوات اخرى، راح نضغط عليها، راح نضغط عليها وراح نكتب. استاذه نهاد اتفضلي حبيبتي معاكي. استاذه حضرتك على اسفل المقاطعه، بس الاعضاء على الجروب لسه بينفذوا في الهديه الاولى، فبيقولوا لحضرتك معلش انتظرينا ثواني. حاضر، لما يخلصوا الهديه الاولى. يعني عندهم مشكله في النت فمش عارفين يكملوا. تمام، معلش لحظات فقط. لحظات احنا معاهم. هي الطريقه سهله، بس الاسم بس يكتبوه باللغه الانجليزيه عشان لا تجيلهم الشهاده كلها بالانجليزي والاسم يكون باللغه العربيه مثلا، ما راح تكون الشهاده شيك يعني، فانتوا حاولوا تكتبوا الاسم باللغه الانجليزيه. لو امكن طريقه الرفع تاني، لان عندهم مشكله في رفع الصوره. ترى سهله، بصوا يا جماعه انتوا هتضغطوا مره تانيه على اللينك اهو. تمام، اوكي، أنا دلوقتي عايز إن أنا أرتبط أو إن أنا أدخل على مجتمع الكلاس بوينت، أداة الكلاس بوينت. طيب أعطاني هذا الفورم وقال لي يلا دخلي الحساب بتاعك اللي أنت عايزة تشتغلي بيه معانا، فأنا هدخل حساب وأكون حافظاه. خليني أجرب، لا ده عادي اكتب. أوكي، مرة ثانية هضغط على اللينك بس أشوف يا رب يكتب معايا بالإنجليش. طيب لحظة واحدة يا جماعة. كيب، بس لحظة واحدة أفتح لكم اللينك. أوكي كده،
open link. اوكي كده احسن. اوكي طيب دلوقتي ده الحساب اللي انا هكتبه نهاد اهو نهاد. لا تكتبوا نفس حسابي نهاد زكي، كل واحد يكتب الحساب الخاص فيه @gmail.com. طب معنى كده مس نهاد يعني لو احنا عندنا ياهو لو احنا عندنا هوت ميل اكتب الايميل اللي انت تبيه، لو حتى ايميل الوزاره اكتبه، الايميل المتوفر عندك اكتبه، وهو راح يبعت لك عن طريقه الشهاده الخاصه فيك. تمام. طيب احنا نبي نكتب باللغه الانجليزيه، هكتب كده نهاد، نكتب باللغه الانجليزيه نهاد عبد العزيز. المشكله ان انا لازم اعمل الخطوات عشان اوصل للابلود. اوكي طيب هنا المدرسه هكتب هنا القبليه على السريع، خليني بس اخليها بالعربي القبليه. اوكي طيب المدينه هنكتب مثلا الفراوانيه. اوكي طيب هكتب مثلا البلد الكويت. طيب هكتب هنا الوظيفه الخاصه بي ان انا معلم مدرس، الماده اللي انت قاعده تدرسيها اللغه الانجليزيه الانجليزيه. اوكي وبعد كده هضغط على كلمه next بهذا الشكل. طيب بعد كده بيقول لي انت شلون اتعرفت على الكلاس بوينت، ممكن اقول له من خلال مثلا ورش تدريبيه في فريق الاحتياجات التدريبيه. اوكي طيب وبعد كده تم اجراء التدريب، انت شلون اتدربت على الكلاس بوينت، اختار لي اول اختيار لان احنا باذن الله بنوعدكم باحلى ورشه عمل تليق بكم كمتدربين في فريق الاحتياجات التدريبيه. اوكي طيب بيقول لك انت الايديو تك يعني التكنولوجيا التعليميه اللي انت اكتر شيء انت معتمد عليه، طبعا احنا كلنا تحت مظله المايكروسوفت، فهنكتب هنا منصه تيمز التعليميه وادوات المايكروسوفت المايكروسوفت. تمام كده. طيب هيبدا يقول لك طب حط لي فايل علشان اتاكد بس ان انت فعلا استخدمت الاداه كمتدرب او مدرب اي شيء يعني، او حتى كمعلم داخل الصف. فاللي متوفر عنده في ناس عندنا في الكويت كنت انا كنا عاملين لهم ورش وبالفعل كان يعني عندهم خلفيه عن الكلاس بوينت، حتى كانوا مسويين فيديوهات وكنا مسوين لهم مع مؤسسه الكلاس بوينت، كنا عاملين لهم زي كومبيتيشن او مسابقه على مستوى الكويت. تمام. طيب فاحنا هنا طيب احنا الحين لا يعني اللي عنده فيديو يقدر يحطه، في ناس عندي من الكويت موجودين معنا اللي عنده فيديو، اللي عنده باوربوينت هو مستخدم في الكلاس بوينت يقدر يحطه دلوقتي. خلاص يبقى انا كده شغلي كمعلم، الناس اللي استخدموا فعلا الكلاس بوينت والناس اللي عندهم شغف بالكلاس بوينت قدروا ان هم يكتسبوا النقطه دي داخل الملف الخاص بالمعلم الخبير. وهقول لكم كمان دلوقتي ده هيفيدنا بايه كمان. خلاص هذه هي الصوره بتاعتنا. اوكي طيب وبعد كده اضغط لي على سبمت بس تم. ان شاء الله في خلال نص ساعه او بالكثير بنهاية الورشة التدريبية بتاعتنا راح يوصل الشهادة على الإيميل اللي حضرتك كتبته. لازم الإيميل يتم كتابته بشكل صحيح ودقيق لأنه هو دي طريقة التواصل. أوكي حلو نستمر أستاذة. أستاذة مريانة نستمر. أستاذة نهاد هل رفع إيدها؟ بس قلت لها تكتب السؤال في الشات. اوكي اتفضلي استاذه مريانة شنو بتقولي في الاول؟ قلتي ايه استاذه مريانة في الاول؟ استاذه ليلى في استاذه رفع ايدها عاوزه تسال سؤال، فقلت لها تكتبه على الجروب وانا همليه لحضرتك، بس هي تكتبه لي بس الاول. فعلا هناك تساؤل، هل هناك يعني كونفرميشن على الايميل بيجينا يعني؟ لا 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 ايميل على لا 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 هم عاملينها بطريقه سهله بحيث ان يعني سيده تحصلوا الشهاده دي، لان احنا قلنا لهم احنا هم المتدربين اوريدي عندهم لود كبير عشان يعملوا اساسا الام اي اي اكسبيرت، فاعطوهم الفورم يكون سهل بحيث ان هو يبقى دعم منكم داخل الام اي اي اكسبيرت. تمام
اوكي طبعا احنا شكرا. لو احنا اوكي تمام حلو. في اي حاجه تانية الاساتذه اللي معايا المدربين واستكمل الشرح؟ تفضلي يا استاذه. يلا نبدا. شكرا يا استاذ رضا. طيب نبدا مع بعض دلوقتي ونقول مع بعض ليه المايكروسوفت حط المجموعه دي. وانا يعني هيكتشفوا ايه؟ هيكتشفوا طبعا اكيد ان المعلم ده اكتف، يعني عنده نشاط، يعني بيحب ان هو يتطلع للمجتمعات وللأدوات التفاعلية والتطبيقات التكنولوجيا، يعني عنده شغف بالتكنولوجيا، والدليل على كده ان هو قاعد يتعامل مع الكوميونيتيز الموجودة دي. هل مطلوب مني ان انا اعمل صح على الكل؟ يعني لا طبعا، اختار فقط الأدوات اللي انت فعلا قاعدة بتفيدك، واللي انت فعلا يعني بتفيدك في العملية التعليمية. فاحنا مثلا لما، وكمان في الشغله الثانيه اللي المايكروسوفت حطت الادوات دي زي استبيان، هي تبي تشوف ايه اكثر الادوات المتدربين او المعلمين والمعلمات بيستخدموها داخل العمليه التعليميه. ليه؟ لان بعد كده بيكون في عندي كتيب، الناس اللي حصلوا قبل كده السنه اللي طافت المعلم الخبير بيبقى في حاجه اسمها وان نوت خاص بالمعلم الخبير، وبيكون لنا هدية خاصة من المايكروسوفت إن هي بتوفر لنا مثلا الكاهوت لمدة سنة مجانا وهكذا، وبقية الحاجات طبعا بتفعيل اللينك المعين. فإحنا لما ندخل الكلاس بوينت إحنا، وهو طبعا حاطط كلمة other. طب ليه حاطط كلمة other؟ عشان لو المعلمين، هو دايما بيحب إن هو يستشف الأمور مننا، لأن إحنا أهل الميدان، وهو ده اللي أنا قاعدة أقوله لحضراتكم، إن المايكروسوفت قاعدة تتعامل معانا على إننا مؤسسة مستقلين، إحنا أهل الميدان، إحنا اللي نقدر نفعل التكنولوجيا، إحنا أهم من التكنولوجيا. ليه؟ لأن المعلم هو اللي بيده يفعل التكنولوجيا أو يبطل إيه المفعول بتاعها، يستخدمها بطريقة صحيحة أو يستخدمها بطريقة خاطئة. فهو قاعد يقول لي أنت يا معلم، يا مؤسسة كاملة قائمة بذاتك، قل لي شنو الأدوات التانية اللي انت تبي ان احنا مثلا نحطها لك او ندرجها لك في الكتيب اللي هنوفره لك بعد كده، علشان ممكن بعد كده احنا بالتواصل كمان مع العملاء عاملة النجاح في الشرق الأوسط عندنا ميس سولانج، ممكن لما تلاقي عدد كبير مننا مختار الكلاس بوينت، وانا يعني الناس اللي استخدمت الكلاس بوينت لا يعلى عليه أبدا في تفعيل الباور بوينت، فبيبدأوا يوفروه لنا. يبقى احنا كده استفدنا ان الكلاس بوينت بعد كده، اولا استفدت ان انا خدت بوينت، لان كل حاجة من دي بيبقى عليها درجة، خدت بوينت ان انا فعلا اصبحت داخل المجتمع الخاص بالكلاس بوينت، وهستفيد كمان استفادة ثانية ان انا بعد كده ان شاء الله بإذن الله ممكن المايكروسوفت توفر لي الأداة دي كأداة مجانية لمدة عام كامل. تمام؟ وضحت الفكره؟ وضحت الرؤيه؟ تمام. طيب مس نهاد، احنا بقى عايزين دلوقتي نبدا نشتغل في شهاده المعلم الخبير. انا عايزه اقول لحضراتكم حاجتين، مش هتقدروا ان انتم تشتغلوا في الام اي اي اكسبيرت الا لما يكون عندكم خلفيه لا باس بها في مهارات القرن 21، ويكون كمان عندنا خلفيه بادوات مايكروسوفت. وبعدين حضرتك إبداعك بقى يبدأ يظهر في إن حضرتك بدأت تستخدم هذه الأدوات وتحقق بها أهداف القرن 21، وتحقق بها أهدافك أنت مع الطلاب داخل الصف. يعني لازم الكونكشن ده يحصل، لازم الشخص، أنت لازم تقنع الشخص اللي قاعد بيصحح الورقة بتاعتك أو الاستمارة بتاعتك إنك ملم بالـ 21st century skills. لازم تكون عارفها، لانك انت لما هتيجي تعمل، انت لو تلاحظوا الاسئله كلها السنه دي ايه؟ describe. يعني شنو describe؟ يعني اوصف. طب حضرتك لو ما عندكش خلفيه بالمصطلحات اللي انت راح تستخدمها، مش هيبقى الوصف على المستوى المطلوب. تمام؟ ولازم كمان تكون عندك خلفيه بادوات المايكروسوفت. يعني انا عايزه اقول لحضراتكم السنه هذه لما حضرنا ويبينرز وحضرنا لقاءات كتير ميس سولانج، يعني ما ينفعش ابدا حضرتك تكون معلم خبير السنه دي الا واستخدمت التيمز. يعني خلينا نقول ان في مثلا
أربع أدوات من المايكروسوفت هيبدأ فيها، يعني يتم أكيد كلنا عارفين باوربوينت، أكيد كلنا عارفين وورد، أكيد كلنا عارفين الإكسل، الشغلات الأساسية دي كلها إحنا كلنا عارفينها. فما تجيش تقول لي أنا معلم خبير بالباوربوينت والوورد والإكسل، لا ما ينفعش، لازم يبقى عندك خلفية. ما أنت إزاي معلم خبير؟ يعني إيه معلم خبير؟ يعني ملم بأدوات المايكروسوفت، تمام؟ إيه بقى الأدوات اللي هي فيها ابتكار شوية في المايكروسوفت؟ زي مثلا الماينكرافت، زي عندنا مثلا اللي هو الفليب جريد. طبعا استاذه ليلى ما قصرتش ابدا معاكم في الفليب جريد، ولا استاذ فوزي في اعطائكم الرحلات الافتراضيه، تمام. وعندنا طبعا من الحاجات الاساسيه جدا الوان نوت. يعني ما ينفعش ابدا احنا السنه دي لما نيجي نعمل ديسكريبشن لشغلنا مع الطلبه نتجاهل الشغلات دي، لازم الشغلات دي تكون موجوده معانا، اوكي؟ طيب طب خلينا نروح هنا على اللي هي الـ 21st century skills، اللي هي مهارات القرن الواحد وعشرين. أولا إلمامك بهذه المهارات رح يغير من المسار التعليمي وطرق اختيارك للاستراتيجيات وطريقة تدريسك، لازم تكون متوافقة مع هذه السكيلز، خلاص؟ فإحنا قلنا أن في تقسيمات كثيرة جدا للمهارات، تمام؟ طيب هنقول ان المهارات ديت بشكل اساسي بتنقسم الى، خليكم بس معاكم صبر، يعني خلي عندكم صبر معايا شويه علشان تقدروا ان انتم تستوعبوا هذه المصطلحات. في حاجه اسمها foundational literacies اللي هي الاساس، خلينا نقول على الكورنر اللي هو باللون البنفسجي هذا ان هو الاساس. literacy اللي هو يعني القراءه والكتابه اللي هي نقول عليها محو الاميه. numeracy اللي هو خاص بالارقام. scientific literacy اللي هو العلوم، يعني ان انا يعرف المصطلحات العلميه وهكذا. الICT اللي هي ادوات التكنولوجيا، دي طبعا اكتر شيء بيستخدمها معلمه الحاسوب، تمام؟ وهذه اكتر شيء، يعني مثلا خلينا نقول الليترسي هيبقى اهل اللغه، سواء اللغه العربيه اللغه الانجليزيه. خلينا اختار قلم يكون واضح شويه احسن عشان اللون الازرق ده مش هيكون واضح في الكتابه، نختار مثلا اللون الاصفر، تمام؟ طيب الليترسي هيكون مثلا خاص باهل اللغه يقدروا يختاروها لما يجوا يعملوا ديسكريبشن، اوكي؟ النيومرسي اللي هو الارقام، النيومرسي هذا يعتبر مهاره اللي هي خاصه بالارقام، اكتساب الارقام والطرح والحاجات اللي هي العمليات الحسابيه اللي بتتم داخل ماده الرياضيات. الساينتفك ليترسي اللي هو خاص بالعلوم، ماده العلوم والكيمياء والاحياء والفيزياء والشغلات دي كلها. الاي سي تي ليترسي اللي هي خاصه بمعلمين الحاسوب. والفاينانشال ليترسي اللي هي خاصه بالاحصاء والعمليات الماليه، يعني هو احصاء وشغلات ماليه اكتر شيء. والكالتشرال اند سيفيك ليترسي اللي هي الحاجات اللي بتكون فيها ثقافه وبتتعلق بالثقافه والمدنيه، اوكي؟ يعني بتكون خاصه بالثقافه والمدنيه. عارفين يعني ايه المدنيه؟ المدنيه يعني تمام، الحضارات يعني وتبادل الحضارات الى اخره. حلو حلو حلو، ممتاز جدا، اللي هو السيفيلايزيشن اللي هي الحضارات، اوكي؟ طيب يعني معنى كده، ما تقوليش بقى انا، عشان في ناس كتير عماله تقول انا بدرس حاسوب، طب انا ايه السكيلز اللي هتكون موجوده عندي؟ طب انا بدرس رياضيات، ايه السكيلز اللي هتكون موجوده عندي؟ وهكذا. زي ما انتم شايفين كده وضحت الرؤيه ان لازم حاجه من دي انت قاعد بتطبقها. انا مثلا كمعلمه في اللغه الانجليزيه اكيد هتعرض للكالتشرال اند سيفيك ليترسي، لان احنا معظم التوبكس بتاعتنا ممكن تكون عن حضاره قديمه، ممكن تكون مثلا عن دايما بيبقى في ربط في المناهج عندنا بالنسبه لي مثلا كويت ان ذا باست، الكويت القديمه، فبنتعرض للثقافات والتقاليد والعادات، ده كله بتتعرض ليه اللي هي اللي بيدرسوا اللغه وهكذا. ان شاء الله يعني التقسيمه دي هتساعدنا كلنا ان احنا في الديسكريبشن، لان انتم شايفين ان اهم مرحله اللي هي مرحله الاسئله، وان احنا هنجاوب من 500 ل 2000 كاركترز، يعني حرف، يعني بيتحسب كل شيء، حتى السبيس، حتى اللي هي المسافات اللي ما بين الكلمات وبعضها، اوكي؟ طيب انا بقى بقول على ده اللي هو الكومبتنسز، دي اللي هي في المنتصف، دي الاساس. يعني ايه اساس؟
يعني هذه لازم كلكم يا معلمين تشتغلون عليها. دي بنقول عليها اللي هي الكفاءات الكومبتنسز، اوكي، اللي هي زي الكريتيكال ثينكينج. ما ينفعش خالص ان احنا نكون بقينا في العصر الحديث اللي احنا فيه ومش قاعدين نعلم اطفالنا او بنوفر لهم استراتيجيات ونوفر لهم ادوات تحقق حاجه اسمها كريتيكال ثينكينج اللي هو التفكير النقدي، او البروبلم سولفينج اللي هو حل المشاكل، الكرياتيفيتي الابداع، تمام، الكوميونيكيشن اللي هو التواصل، الكولابوريشن اللي هو التعاون، العمل التعاوني واللي احنا بنسويه. فكلنا لازم الحاجات دي لازم تكون موجودة في الوصف بتاعنا، أو على الأقل يعني 2-3 منها. يبقى هذه للجميع، تصلح لكل المعلمين، أوكي؟ طيب، هنا اسمها بدأت كمان. إحنا الهدف دلوقتي يا جماعة من التعلم على فكرة هو بناء شخصية تصلح للمستقبل. الناس اللي في الدول المتقدمة دلوقتي عينيهم على الطالب. احنا مو بس ان احنا قاعدين نحشي دماغه بالمعلومات، لان المعلومات خلاص بقت متوفرة في كل مكان. الاول كان المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة وبيتم تنقيل المعلومات عن طريق الحفظ والتلقين. الحين الجوجل ممكن يكون احسن مني ومنك، لو هو يعني بيحصل على معلومة، لا الجوجل ممكن يحصل له معلومة احسن. امال انا بقى دوري كمعلم هيكون ايه؟ استخدام المعلومات، كيف انا استخدمت المعلومات، اوكي، اللي هي في النقطة دي استخدمتها في الكريتيكال ثينكينج اللي هو التفكير الناقد، استخدمتها في الإبداع ان هم اعمل لهم عملية تواصل اللي هو العمل، قسمتهم لمجموعات واشتغلوا سوا، هو ده، تمام. طيب، وفي حاجة كمان تانية مهمة جدا عندنا اللي هي الكاركتر كواليتيز اللي هو بناء الشخصية اللي هي تكون قادرة على التنافس في المستقبل، يعني تكون شخصية قيادية، تكون شخصية قادرة على استلام الوظائف في المستقبل، تمام؟ فيكون عنده curiosity، يعني يكون عنده حب الاستطلاع، اللي احنا بنقول عليها ايه كمان؟ self-learning. خلاص لازم الطالب يتزرع فيه حتة ان هو لازم يبحث عن المعلومة ويكون عنده حب للاستطلاع. initiative اللي هي روح المبادرة، الشخص المبادر. Persistence اللي هو المثابرة باللغة العربية الفصحى، المثابرة والصبر، يعني جاية من الصبر. Adaptability اللي هي التكيف. يعني مثلا هقول لكم زي ايه التكيف. مثلا عندنا في لعبه الماينكرافت في بعض الوورلدز اللي بتبقى موجوده، بيكون الطالب بنحطه ان هو عنده امكانيات بسيطه، وانت حاول تتكيف وتعيش في وتقطع شجر وتبني بيت وتوفر لنفسك اكل وتزرع عشان يكون في اكل تاكله. ده اسمه تكيف مع البيئه او الوورلد اللي احنا بنعمله لك. الليدرشيب اللي هي القياده، الليدرشيب اللي هي القيادة، أوكي؟ طيب، social and cultural awareness اللي هو الوعي الاجتماعي والثقافي. هقول لكم يعني إيه الوعي الاجتماعي والثقافي. دايماً لازم يكون في connection، لازم دايماً يكون في connection أو ترابط ما بين الشغلة. الليدر بورد، ما انا بالليدر بورد الحين، تمام. طيب، لازم دايما يكون في كونكشن ما بين الدرس اللي انا قاعده اعطيه واربطه ما بين الحياه العمليه اللي عند الطالب. لازم يحصل عمليه الكونكشن دي. فده اللي احنا بنقول عليه الوعي الاجتماعي والثقافي لدى الطالب، تمام. يبقى كده وضحت الرؤيه. لما اجي اعمل ديسكريبشن لازم في حاجه هاخدها من هنا وحاجه ودي اساسيه لنا كلنا. ولازم في الكاركتر كواليتيز، شوف انت الدرس بتاعك وانت قاعد تشتغل فعلا انت نميت عنده حب الاستطلاع. في ناس كانوا في ليدرز كانوا موجودين داخل الدرس اللي انت سويته او المشروع، في مثابره، في تكيف، في قياده، في وعي اجتماعي وثقافي. طبعا مو كل الشغلات دي هنكتبها مره واحده، لا، اختار المناسب على حسب الدرس او المشروع اللي حضرتك قمت بيه. طبعا دي الجزئية مهمة جدا كان لازم ان انا اعرفها لحضراتكم في البداية عشان تعرفوا انتوا على اي اساس راح يتم عملية الديسكريبشن. لو تلاحظوا اساسا كل الاسئلة الموجودة عبارة عن ديسكرايب وهكذا، تمام. طيب،
هنروح هنا بعد كده على انا عايز اعرف او اخد فكره عن ادوات المايكروسوفت يا ميس نهاد، ازاي اعرف الادوات دي كلها. طيب هروح هنا على الجوجل، اقفل بس الشغلات القديمه دي عشان ما يهنكش معانا. اوكي طيب هروح هنا وهختار الاوفيس 365 وهروح هنا هعمل لوجن، وهيفتح هنا المنزل الخاص بأدوات المايكروسوفت سواء وورد، إكسل، باوربوينت، الأوتلوك، الوان درايف، الوان نوت، السواي، التيمز، الشيربوينت، أوكي، الفورمز والعديد والعديد الستريم وهكذا. وخش كمان هنا على التطبيقات. طيب يا مس نهاد كل الأدوات دي إحنا مطالبين بيها؟ لا طبعا مش كل الأدوات ديت إحنا مطالبين بيها، استحالة أصلا إحنا نقدر نجمع كل الأدوات ديت، يعني يبقى overload على المعلم وأساسا يبقى تشتيت للطالب داخل الحصة بتاعته أصلا. تمام، فزي ما أنا قلت لحضراتكم نرجع تاني للتصميم اللي إحنا سويناه عشان نكون حاطين الأساسيات الخاصة فينا في المرحلة الأخيرة. طبعا أنا تركيز اليوم راح يكون على المرحلة الأخيرة اللي احنا لازم يعني يبقى في استخدام للتيمز، نبين استخدامنا للتيمز، للماينكرافت، للفليب جريد، للوان نوت. تمام، طبعا الماينكرافت فيه اهتمام خاص بيه هو والفليب جريد والوان نوت، ما تعرفوش ازاي يعني هم الاربعه دولت. من الاخر الاربعه دولت هم هيكون اللي قاعد يصحح لنا، قاعد يشوف احنا استخدمناهم ولا لا. تمام، احنا اقنعناهم ان احنا معلمين خبراء وملمين بالأدوات الخاصة بالمايكروسوفت اللي فيها كرياتيفيتي، لأن هذه الأدوات هي أكثر أدوات فيها كرياتيفيتي وبتحقق الجزئية دي اللي هو الكريتيكال ثينكينج والكرياتيفيتي والكوميونيكيشن والكولابوريشن. هتلاقوا الشغلات الأساسية دي كلها قاعدة بتتحقق من خلال استخدامنا لهذه التطبيقات الأربعة. تمام؟ طيب عايزين نبدأ معاكي، وفي مشكلة تانية بتواجهنا يا مس نهاد، ألا وهي إن إحنا اللغة. طب انت عندك خلفيه، انت مدرسه اللغه الانجليزيه فشويه عندك خلفيه باللغه. طيب احنا بالنسبه لنا يبقى ده عائق ليا، يعني مش هقدر ان انا اشتغل على نفسي ولا لا؟ لا طبعا تقدر تشتغل، وهنشوف دلوقتي ازاي الذكاء الاصطناعي من داخل المايكروسوفت هو اللي هيساعدني في كده. تمام، خليني كده اروح لكم شويه واشوف انتم متابعين معايا لغايه دلوقتي ومستعدين لبدء التطبيق العملي ولا لا. استاذ فوزي عند حضرتك سؤال ولا رفع اليد بالغلط؟ لا مش بالغلط، هو ان شاء الله انت خلاص جاوبت على السؤال. تمام تمام شكرا. طب الحمد لله. طيب معلش في عندي سؤال. انا اتفضلي يا استاذه نهاد حبيبه قلبي. في مش في حبيبي، في على الجروب واحد عاوز يعرف اللينك بتاع الاستماره اساسا، استمرت الترشيح بتاعت المعلم الخبير، شكل لسه داخل جديد معانا يعني. ممتاز حضرتك، ما انت نزلتيها استاذة مريانة؟ هو الموضوع طيب، هو الموضوع مش عاوزها تاني، هو شكله داخل جديد فما حصلش. طيب انا مش معايا، ساتقاسمه استاذة مريانة، اتقاسمه انا الان معك ثم طيب. ممكن ان ترسلي، ما تشغليش بالك استاذة ليلى، خليكي معايا عشان هعرفهم طريقة سهلة جدا. فعلا البدايه دايما في الورش التعليميه الاقي الناس بتقول يا جماعه فين اللينك، احنا نبي اللينك، فين اللينك، احنا نبي اللينك. طب ايش رايك ان انت حضرتك تفتح معايا الجوجل دلوقتي وتكتب لي كده مايكروسوفت باللغه الانجليزيه، اكتبوا معايا، اكتبوا كده مايكرو سوفت ام اي 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 بروجرام بروجرام، يعني احنا نبي برنامج الخاص بالمعلمين الخبراء، وحضرتك اضغط على انتر. تمام، واضغط لي على اول لينك يظهر عند حضرتك كمان مره، لان هي البدايه هي الاساس. اوكي كمان مره هروح هنا على المتصفح الخاص بالجوجل وهكتب كده مايكرو سوفت ام IEE program. يا تصفح يا جوجل ساعدني للحصول على اللينك الخاص بهذا البرنامج، لأن ودي أشترك فيه، هو برنامج خاص بالمايكروسوفت. أوكي هيظهر عندي هنا أول لينك أضغط عليه بهذا الشكل، ها
ولا مش عايزه اي حد خالص تبع الاحتياجات التدريبيه بعد كده يسال ويقول يا جماعه وين اللينك الخاص بالمسابقه. ظهرت هذه الصفحه، تمام؟ هذه الصفحه فيها كل البيانات اللي حضرتك تبي تعرفها. ايه هو دورك كام اي اي اكسبيرت؟ ايه اللي هيكون مطلوب منك ترهاء فيها؟ مهام انت راح تسويها، راح تكون سفير للمايكروسوفت داخل مدرستك، لازم يكون انت كل المحاضرات والويبينرز والشغلات اللي انت قاعد تستفيد منها تنقلها بمنتهى الشفافيه لزملائك داخل، وهو اساسا اساس تجديد العقد ما بينك وما بين المايكروسوفت ان انت بتقوم بالمهمه دي، وهنشوف دلوقتي داخل الاستمارة، تمام؟ وبيقول لك هنا بيعتبر، طب انا مش عارف اقرا هنا باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه سوري، بنضغط في اي مكان فارغ، اي مكان فارغ عندي اضغط كده واضغط على حاجه اسمها ترانسليت، واختار هنا اللغه العربيه بالشكل ده، اهي تم الترجمه عن البرنامج، ما هو دور المعلم الخبير، وحضرتك تصفح واقرا كما يحلو لك بدون الاعتماد على احد، اوكي؟ عشان تعرف الموضوع من اصله من الاساس لغايه لما تشتغل بعد كده، اوكي؟ طيب وبعد كده، وخلي بالكوا اساسا اللينك بيتغير كل سنه، يعني ممكن اللينك ده يتحذف بتاع السنه دي، يجي السنه الجايه يبقى في لينك جديد. كل مره هنقعد نسال وين اللينك؟ لا، كل مره حضرتك هتخش انت بنفسك على المتصفح وتكتب مايكروسوفت ام اي اي بروجرام، وبعدين هنا بمجرد التخطيط لاجابتك قم بترشيح نفسك. هنا هو قاعد يقول لحضرتك ايه؟ خطط للاجابه في البدايه، تمام؟ طيب عارفين مع حضرتك، اتفضل استاذ فوزي. ايوه انا كنت عايز اقول حاجه. وقت استاذه نهال السمين تسيب لنا اللي بيسموه ايه في مصر الفتافيت، تسيب لنا الفتافيت الصغيره، ها وخشينا على الاسئله وحلها. بالظبط بالظبط، هو استاذ فوزي اتفق معايا النهارده، قال لي ركزي لي على الجزئيه الاخيره، لان الجزئيه الاولى اللي فيها اللينكس والشغلات دي كلها كلنا عارفينها، يعني على حسب ما هو اتكلم معايا قال لي يعني الحاجات دي خلاص المدربين قبل كده اشتغلوا فيها. فانت يا ميس نهاد النهارده ركزي لنا فقط على الجزئيه الاخيره او المرحله الاخيره، تمام؟ فحضرتك استاذ فوزي تبيني فيه ده اروح على المرحله الاخيره ولا امشي معاهم على السريع في المراحل الاولى؟ يعني هتدي نبذه بس عشان يبقوا ماشيين معاك، هتعمل كذا هتعمل كذا هتعمل كذا، وخش بقى على الاسئله في يعني استاذه نهاد يعني مستواها مش في الحاجات دي، تمام؟ يعني احنا عايزين الحاجات الثقيله يعني، تمام؟ حلو. خليني انا دلوقتي دخلت على ملف الترشيح الخاص بيا، هضغط هنا بيقول لي هو، شوف هو قاعد ينصحني يقول لي ايه، خطط لاجابتك في البدايه وبعد كده ادخل على ملف الترشيح الخاص بيك. طيب للتحضير للترشيح الاول بينصحني ان انا في البدايه احمل هذا الملف، فانا ما راح ابدا من اللايف، راح ابدا من هذا الملف، اوكي؟ شوفوا هنا الملف فتح معايا اهوت، هو بيقول لي اعرف الاول شنو الاسئله الموجوده علشان بعد ما تخطط عدل للإجابات بتاعتك وتشوف إيه الشغلات اللي أنت راح تسويها، تمام؟ زي ما أستاذ فوزي هنا قال لكم ديت أهية السؤال اللي إحنا ساعدناكم فيه النهاردة من فوق فقط، راح أترك لكم المجال في البقية، تمام؟ أوكي؟ طيب وهروح هنا على طول زي ما أستاذ فوزي قال لنا هشتغل على طول على اللي هو اللونج أنسر كويستشنز. كم سؤال عندي؟ 1 2 3 4 5 6، تمام كده؟ عندي 6 أسئلة. طيب خلي بالكوا انا لغايه دلوقتي ما دخلتش على اللينك هو موجود هنا اللي هو بتاع الترشح، موجود هنا، شوفوا لما اضغط عليها يظهر عامل ازاي عشان تعرفوا بس الفرق ده. هذا هو اللينك الخاص بينا اللي هو اللايف، اللي خلاص انا بعد ما اكون جهزت اجاباتي ابدا افتح اللينك واشتغل فيه. وطبعا خليني بس كده اشتغل في الريجستر برضو على السريع، برضو انبهكم سبحان الله يمكن في ناس معانا للحين ما عندهاش يعني عرفت متأخر أو كده. أنا عن نفسي السنة اللي طافت عرفت عن الموضوع ده في النهايات، يعني كان فاضل أسبوع وخلاص الموضوع يقفل، فساعات يعني ما بيننا حد يبي مساعدة، يعني اعطينا بس البداية وإحنا نكمل. طيب أنا دلوقتي حضرتك أنت عايز تشتغل بأي تقدر تدخل عن طريق الفيسبوك، عن طريق المايكروسوفت أكاونت، عن طريق السكول اللي هو الحساب الوزاري، أو لو أنت شخص تعمل داخل المايكروسوفت، الناس اللي هم المهندسين بقى والناس اللي شغالين داخل المايكروسوفت. طيب أنا هختار هنا اللي هو سكول أكاونت، تمام؟
لحظة هقفل تاني، هروح مرة تانية كأن أنا دخل على نفسي. لا أنا مش عايزة أنا كأن أنا نهاد هدخل، لا أنا عايزة كأني أنا شخص جديد خالص هبدأ أشتغل. شوفوا هو هنا فتح دي. طيب لا أنا عايز أعمل sign out. أوكي وأعمل تاني sign in مرة تانية. أوكي خلاص أو فتح معايا هنا الصفحة الأساسية. أنا شخص جديد يا جماعة ساعدوني إزاي أبدأ في الحل. حضرتك هتبدأ بحاجة اسمها create username or password to register. أوكي طيب دخل الإيميل. طيب الإيميل اللي يستحسن، إن أنت تستخدمه هو الإيميل الخاص بي يعني الشخصي. انا عن نفسي بحب ان انا اتعامل مع مايكروسوفت بالايميل الشخصي، وخصوصا احنا يمكن انتوا في مصر شويه في او الناس اللي بتشتغل داخل بلدها في مأمن شويه، انما احنا كمثلا ناس مغتربين مثلا في الدول العربيه ممكن فجاه الحساب بتاعي يتوقف، ففي الحاله دي هيبقى في مشكله. تمام وكمان لان الحساب المدرسي، دايما بيكون فيه شغل كتير، يعني بيجي لنا ايميلات كتير عليه ونوتيفيكيشنز بالميتنز اللي احنا بنسويها، وممكن ده كله يضيع مثلا لما يجي المايكروسوفت مثلا يتواصل معايا او حاجه، يبقى التواصل غير سهل. فانا ممكن استخدم بمنتهى السهوله الجيميل الخاص بيا، اوكي، او الايميل الوزاري، كل واحد على حسب ما يتراءى له زي ما هو عايز. انا عندي هنا لحظه واحده بس، خليني أنا مجهزة لكم هنا كذا جيميل، خليني كده أفتحه، يعني هعمل هنا كده كذا جيميل أنا مجهزاه، اللي هو مثلا هند إبراهيم 17. أوكي تمام يلا تمام. خليني بقى اروح مره ثانيه اهو، خاطر عيون الناس اللي لسه ما بداوش، ودايما يقولوا لنا يا جماعه نبي البدايه، بس ما راح استفيض معاكم، بس هعرفكم ازاي تبداوا. لحظه واحده هقف هنا على الايميل الاول، خليني اكتب الايميل الخاص بيا كاني انا واحده اسمها هند ابراهيم 17@gmail.com. اوكي طيب دخلت الايميل بتاعي اللي هو هيتواصل معايا عليه. انا زي ما انا قاعده بقول لحضراتكم هذا اسمه سيلف نومينيشن، هو اسمه كده اسمه سيلف نومينيشن، يعني ترشيح ذاتي، انت قاعد تتعامل مع مايكروسوفت كشخص مستقل. تمام طيب اللي يبي يدخل انا ما عندي اساسا جيميل يا مس نهاد، وعندي بس الايميل الوزاري، خلاص دش بالايميل الوزاري بتاعك. طيب وبعد كده بس خليني هنا اقف، واقف عند الايه، افعل بس الجيميل الخاص بهند. خليني بس اوريكم الطريقه دلوقتي. طيب ده الايميل الخاص بهند دلوقتي، وهند ديت قاعده تشتغل على الايفنت، وتبي اول حاجه اسمها سند فيرتيفيكيشن كود، يعني تحقق من ان هذا الايميل هو فعلا انت بتمتلكه. تمام بس خلي الايميل بس يفتح الاول. اوكي جوت ات، ان انا عاملاه جديد اصلا. تمام طيب هروح هنا واضغط على كلمه سند فيرتيفيكيشن كود اللي هو كود التحقق، ضغطت عليه. تمام هيقول لي هنا دخلي الباسورد اللي تم إرساله لك. شوفوا أول ما أروح هنا أهو المايكروسوفت أهوت بعت لي فيرتيفيكيشن كود. شفتوا شلون أنا من الانبوكس بتاعي لمحت المايكروسوفت، وفي حاجة اسمها اللي هو الفيرتيفيكيشن كود، هضغط عليه وأسوي كوبي. أوكي وخليني أروح هنا مرة تانية على الفيرتيفيكيشن كود واعمل له كنترول بيست. اوكي هذا هو الفيرتيفيكيشن كود بتاعي، واضغط على فيريفاي كود يعني تحقق. خلاص كده هيبدا يقول لي حطي لي باسورد خاص بيكي تكوني فاكراه. طيب هبدا احط الباسورد بتاعي، ولازم اكون متذكره لاني اصلا هيطلبوا مني مرتين دلوقتي. اوكي طيب
وبعد كده هذا هو الباسورد بتاعي، واضغط على كلمه ايه يا جماعه؟ اضغط على كلمه كرييت. اوكي، بيقول لي حابه ان انت تحفظي الباسورد بتاعك، ماشي اوكي احفظه لي ما فيش مشكله. try again however if you continue difficulty contact في الـ هنا زي ما تقولوا كده ان التحميل يعني شويه في مشكله في التحميل. اوكي، بيقول لي تحب ان انت تعملي ساين ان في ديفرنت اكونت. اوكي، انا ما راح اطول معاكم، المهم في النهايه بعد ما بتخلصوا بيفتح معاكم هذه الاستماره اللي احنا ايه نزلناها مع بعض بهذا الشكل، تمام؟ فحضرتك بتبدا تملى البيانات الشخصيه الخاصه بيك والبيانات الشخصيه الخاصه بي، هذه هي البيانات الشخصيه الخاصه بحضرتك والبيانات الشخصيه الخاصه بالمدرسه واستخدامك، ايه الادوات اللي انت قاعد تستخدمها؟ طيب في الادوات التفاعليه والمجتمعات التعليميه شنو المجتمعات اللي انت بتفضلها؟ قلنا هنا راح نزيد other وراح نزيد عندنا اللي هو الكلاس بوينت educator، تمام؟ وبعدين نوصل هنا للليرنينج سكورد كويستشنز، هتبدا هنا برضو بنفس الطريقه تشوف الادوات اللي انت قاعد تستخدمها. من الشغلات اللي انا عايزه اطمن حضراتكم عليها، شايفين هذه الجزئيه؟ نشوف هنا، اوكي، هذه الجزئيه الخاصه بالميك كود والهاكينج ستيم، عشان برضو في ناس كتير بتسالني عليها. الهاك كود والهاكينج ستيم والمايكروسوفت ايماجين اكاديمي، دي ادوات متقدمه من المايكروسوفت، عادي جدا ان انا احط هنا نيفر. اللي بيستخدم الماينكرافت في البرمجه، اوكي، يقدر يحط مثلا استخدمها مانثلي او ويكلي او ديلي. اللي استخدم الماينكرافت في البرمجه يقدر يحط ان هو استخدم الميك كود. طب انا ما استخدمتش السنه دي، عاملين لنا زي كده، قالوا يعني هذا مو كلام مني انا، هذا كلام من ميس سولنج، قالت ان هذه الادوات عادي جدا المعلم يحط عندها نيفر. ولازم على فكره يكون عندنا شفافيه يا جماعه، لان هم عندهم كل ايميلاتك وعندهم الشغل بتاعك كله، وبيقدروا يعملوا اكسس، وفي ذكاء صناعي بيمكنهم يشوفوا فعلا المعلم ده فعلا قاعد يستخدم الشغلات ديت ولا لا. يعني مثلا على سبيل المثال، شايفين الفليب جريد لما هيقول لك عدد الرحلات اللي انت سويتها في الفليب جريد؟ افرض واحد انا والله 100، راح اكتب 100 هنا. طب انت على بالك هو مو عنده الايميل اللي بيتم ارسال مو احنا لما بنحجز رحله افتراضيه بيتم ارسال ايميل خاص بينا، فهم بيشيكوا على الايميل وبيشوفوا عدد الرسائل اللي وصلت لك، وعلى هذا الاساس هيبداوا يشوفوا انت فعلا قاعد تتعامل معاهم بشفافيه ولا لا. فهذه الجزئيه بس بساعدكم في الجزئيه دي، بس بريحكم منها خالص، انتوا تقدروا بمنتهى السهوله تكتبوا فيها نيفر، او تختاروا هنا تعملوا تشيك على اللي هو كلمه نيفر. اوكي استاذه نهاد، اتفضلي. ممكن اتدخل في هذا لانك قد حدثتنا عن الرحلات الافتراضيه لفليب جريد؟ اكيد، خاصه انا بها مساء يعني كانت الاسئله التي تجينا كثير هو حلو. هل الان عندما اخذ يعني اريد ان اجيب عن الجزئيه، الرحلات الافتراضيه فيها اثنين طريقتين، يعني يمكن ان تاخذها من المنصه وهي حلو. فيها يعني سوف ارسل الرابط، يعني ادفنتشر register for adventure، تأخذها من منصة فليب جريد، أو تدخل عندما تعرف عبر المواقع التواصل الاجتماعي أو مدرب ما يعني يعطيك بأن هناك لايف حدث كيف ما أرسلت لكم البارحة، إذا تأخذ قلنا تأخذ لقطات، تأخذ يعني تكتب في المسج، وعندما تسجل نعطوك تسجل، فإن الإيميل كما قالت الآن أستاذة نهاد فإنهم هم يسجلون بأنك أنت سجلت به، لا بأس. أيضا جزئية أخرى، وهو الآن أنا قد فاتني، لكن إذا فاتك هما بيقولوا ممكن أن أيضا أن تسجل، لا مانع بأن تسجل وأن ترى التسجيل، المهم هو أن الإيميل بتاعك يصلهم وهم يعني بيسجلوا بياخدوه إذا حدثت لايف، ما إنه يأتوك يعني مرة أخرى، وبالتالي يعني لقد سجلت حدثا افتراضيا في الفليب جريد، ويعني يحسب لك عندهم. إذا كما قالت الأستاذة أن تكون شفاف، وهم عندهم يعني الدلائل هذا ما أريد أن أجيب عن جميع المتدربين الذين كانوا يسألوننا البارحة ما هي الدليل بأنهم يعني أنا فعلا دخلت وسجلت. شكرا أستاذة،
عفوا عفوا أستاذة ليلى، وإحنا طبعا مقدرين لحضرتك والأستاذ فوزي تعاونكم معانا، وفعلا أنا ما كنتش أعرف عن التريب إلا من خلال لما أستاذة ليلى بعتت لنا اللينك، وأستاذ فوزي كمان قاعد يشجع ويا جماعة ادخلهم وكده. ففعلا يعني فعلا روح الفريق، روح لما بنبقى في فريق القائد والمدربين اللي فيه ناس أكفاء هم فعلا بيوجهونا للطريق الصح. فشكرا جزيلا لكم. تمام. فطبعا الفليب جريد قلنا ان احنا لازم نكون شفافين، يعني مو نكتب بارقام كده ضخمه واحنا ما سوينا غير واحد او اثنين، لا نكتب بالضبط شنو الرحلات اللي بالفعل اللي انا اشتركت فيها. اوكي طيب. خلي بالكم هو كمان الاسئله ديت هو القصد منها كمان يا جماعه ان هو السنه القادمه، يعني مثلا احنا ما عندنا خلفيه كبيره بالميكود، ما عندنا خلفيه كبيره بالاستام، ما عندنا خلفيه كبيره بالمايكروسوفت ايماجين اكاديمي، دي كلها مواقع عظيمه وجميله للبرمجه واستخدام التكنولوجيا على اعلى مستوى. فهم يعني دي برضو زي سيرفي، زي استبيان من المعلمين الخبراء عن مناطق اللي هم للحين غير متمكنين منها، بحيث ان شاء الله السنه الجايه يتم التكثيف عليها في عمليات التدريب المستمره طبعا اللي بيقوم بيها المايكروسوفت عشان يحسن من المستوى المهني والتكنولوجي الخاص بالمعلم الخبير. تمام. فهنا نصيحتي لكم، انا ما راح امسك سؤال سؤال، بس نصيحتي لكم زي كمان ما اكدت على كلامي استاذه ليلى ان احنا نكون شفافين. تمام. علشان هو عنده الايميلات والشغل بتاعنا كله، احنا هو يعني احنا يعني زي ما نقول كده هو شايفنا وشايف احنا تصرفاتنا قاعدين نشتغل ازاي، فنكون شفافين معاه. نروح على اللونج انسر كويستشنز، وهذه هي اللي انا هبدا اشتغلها معاكم دلوقتي. تمام. انا دلوقتي كمعلم ابي اعمل عمليه تجهيز للاسئله. شوفوا هعمل ايه دلوقتي، هروح هنا وهضغط على وورد دوكيومنت جديد خالص اهو، وهسميه هنا مثلا تجهيز، هكتبها باللغه الانجليزيه فيز 3. وانا نصيحتي لكم اعملوا بوش لنفسكم في اللغه الانجليزيه على الاقل، يعني شفتوا المصطلحات الاساسيه زي مثلا 21st century skills، لان الحاجات دي هتلاقوها على طول بتتكرر قدامكم، بيزيدوا ويعيدوا فيها. تمام. فتكون حضرتك ملم على الاقل بالاساسيات. تمام. طبعا مع وجود الادوات التكنولوجيه اللي حضرتكم هتشوفوها دلوقتي، ازاي الذكاء الاصطناعي هيساعدني في عمليه الترجمه ومش هيكون في اي عائق عندي باذن الله. تمام. نبدا على بركه الله، هنعمل عمليه نسخ للاسئله السته هدول اللي هي هيتم على اساسهم. لحظه، لا ده انا ما ابي، بس هدول الخمسه اللي فوق دول اهمت. لحظه واحده بس، هذول الخمسه هعمل كوبي، هعمل كوبي وهروح هنا على ملف الوورد اللي انا فتحاه الفارغ، واعمل عليه عمليه بيست علشان ابدا اركز على هذه الاسئله. تمام. طيب السؤال الاول بيقول لي were you an expert MIE expert in 2020 21 21st، هل انت كنت قبل كده معلم خبير؟ خليني افتح القلم الالكتروني الخاص بيا علشان هنا نشتغل مع بعض ونحدد. اوكي تمام كده. طيب دلوقتي السؤال هنا اللي موجود عندي بيقول لي هنا هل انت كنت قبل كده معلم خبير؟ لو حضرتك اول سنه بتلتحق بهذا البرنامج هتضغط بس فقط على كلمه نو بس خلاص، وهيتم اعفائك من هذه الاجابه. تمام. طيب انا الحين كنت معلم خبير وابي ان انا احل هذا السؤال، ازاي احله؟ طيب خلينا نبدا من البدايه خالص، ان انا هروح هنا احدد السؤال الخاص بي، هذا هو السؤال الخاص بي، وابي اعمل له عمليه ترجمه. لو عملنا ترجمه في الجوجل، لو عملنا ترجمه في الجوجل، المشكله ان الجوجل ساعات بيطلع لي برضو الترجمه بتاعته ما بتكونش دقيقه شويه، لكن علشان المايكروسوفت هي مظله تعليميه وادواتها كلها ادوات تعليميه هتحسوا فعلا بالفرق في الترجمه. خلينا نقول ان احنا وصلنا في الترجمه لمرحله 90%، يعني ما يكون الترجمه صحيحه بنسبه 90 95% يبقى انا وصلت كده لبر الامان. وهضغط على كلمة ريفيو، وهضغط هنا على أداة اسمها ترانسليت،
اللي هي الترجمة، وهقول له أنا مش عايز أترجم الدوكيومنت كله مرة واحدة، لأ أنا عايز أمشي خطوة خطوة، فأنا هعمل هنا Translate Selected Text بالشكل ده. خلاص؟ هيبدأ يفتح معايا هنا، شوفوا هنا إذا كانت الإجابة هذه هي يا جماعة. بصوا أوسحها لكم شوية عشان تشوفوا معايا وتشوفوا تستمتعوا معايا بأدوات مايكروسوفت اللي فعلا بتعمل. انتوا عارفين احنا قاعدين نعمل ايه دلوقتي؟ قاعدين نعمل نحقق حاجة اسمها accessibility اللي هو والdifferentiation اللي هم من الطلاب. افرض الطالب مو عارف يقرأ السؤال هذا باللغة اللي طبعا مو داخل الاختبار، احنا يعني عايز يتعلم هذه الجملة مو فاهمها باللغة الانجليزية، يقدر بمنتهى السهولة يستخدم أداة رائعة داخل الوورد. وطبعا الاكسسيبيليتي تولز دي موجودة متوفرة في الباوربوينت، متوفرة في الوورد، متوفرة في الادج، كلها بنفس الطريقة. يعني لو اتدربت عليها داخل أداة واحدة راح تسهل عليك المأمورية في بقية الأدوات، وطبعا متوفرة وبقوة داخل الوان نوت. تمام؟ طيب السؤال بيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا كانت الإجابة بنعم صف كيف ساهمت في مجتمع خبراء الـ MIE لدعم خبراء الـ MIE الآخرين ونمو زملائك. يعني هنا أنا كمعلم خبير كيف إن أنا ساهمت في إثراء المعلمين الخبراء الآخرين اللي أنا اشتغلت معهم. تمام؟ أقدر هنا طبعا، أقدر هنا مطلوب مني إن أنا أكتب الإجابة بتاعتي. مثلا لما نيجي نكتب باللغة العربية بس عشان تتم الترجمة بشكل صحيح، أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة، حذاري من الكوبي بيست، حذاري حذاري حد ياخد. طبعا أنا الإجابات اللي أنا قاعدة بقولها دلوقتي for example، يعني مجرد أمثلة، مجرد أمثلة. طبعا الابتكار والابداع اتركه لحضراتكم، وهي مجرد بس ان احنا بنعرف حضراتكم الطريقه للتغلب على المشاكل زي اللغه، طريقه الصياغه وهكذا، وبعد كده بنترك لحضراتكم مجال للابداع والابتكار. تمام؟ يعني لا تاخد كوبي بيست حتى في المشاريع يا جماعه. يعني على فكره ميس سولنج اكدت على الموضوع ده، اوكي احنا ممكن نعمل كوبريشن ما بيننا وما بين بعض في ان احنا مثلا الاسئله اللي هي فوق مثلا الخاصه بالبريك اوتس، الاسئله نفهم بعض دي ايه، ازاي الاداه دي بتستخدم كذا، نعطي افكار لبعض، انما لا نسوي كوبي بيست غلط، لان برضو بالذكاء الاصطناعي انت للاسف انت هتضر نفسك وهتضر زميلك، انتوا الاثنين اكس، وهيتم كنسلة النومينيشن بتاعكم أو الترشح بتاعكم. تمام؟ فعلشان نتجنب هذه المشاكل طبعا كل واحد يشتغل على نفسه. أنت عرفت خلاص الطريقة اشتغل، أنت لو أنت مو معلم خبير اكتب نو خلاص ويتم إعفائك من هذا السؤال. فإحنا بنبدأ نكتب هنا مثلا باللغة العربية، ممكن هقول هنا لقد قمت بالعديد من الورش التعليمية على مستوى المدرسة والمستوى والمنطقة مثلا التعليمية والمنطقة التعليمية. اوكي؟ مثلا هذه مثلا طريقه ان انا عملت ورش، وطبعا حضرتك هتبدا بقى تسرد الورش ديت، الورشه كان مثلا عنوانها كذا، مثلا ممكن هنا اقول مثلا وقمت ايضا، وقمت ايضا مثلا بتنظيم مبادره مثلا بعنوان مثلا، خلينا نكتب عنوان مبادرتنا طبعا اللي هي ألف معلم مبدع خبير. طيب أنا اللي أنا عايز أوريه لكم دلوقتي إزاي عملية الترجمة هذه هتتم. أنا الحين كتبت باللغة العربية بس رجاء إن إحنا نلتزم باللغة العربية الفصحى. تمام؟ طيب وبعد كده بعمل إيه؟ أحدد الكلام اللي أنا كتبته بهذا الشكل. أنا قاعد الحين أعمل عملية استعداد عشان لما أجي أفتح الاستمارة بتاعتي لايف ما يكونش فيه، يعني خلاص بس ان انا بعمل كوبي بيست للاجابات الخاصة بي. اوكي؟ تمام. خلينا مثلا نترجم هذه الجملة، وهروح على هنا على الترانسليت اللي هو ترانسليت سيلكتد. اوكي؟ وهعمل يس. هيبدأ هنا يترجم لي، شوف هنا الترجمة
احنا عايزين نترجمها من ال دي الإجابة هي جت عندي. I have done a lot of school level workshops and school districts. نفس اللي أنا قلته إن أنا عملت ورش على مستوى المدرسة وعلى مستوى الإيه، أقوم واخد الإيه الجملة هذه اللي أنا كتبتها مثلا، خلي هذه الإجابة وأقوم جاي حاططها هنا، يبقى أنا كده مثلا وأعمل paste، يبقى أنا كده جاوبت على أو كتبت هذه الجملة وترجمتها. خليني هنا أروح وأعمل هنا translate لهذه الجملة بعد translate selected أهو بالشكل ده، تمام. I also، شوفوا هنا الترجمة، I also organized an initiative entitled 1000 experienced creative teachers. يعني أنا سويت مبادرة اسمها الترجمة، يعني الحمد لله لأن أنا عندي خلفية باللغة الإنجليزية الترجمة perfect، يعني ما فيهاش أي شيء خطأ. طيب مو بس إن أنت تعمل كده، يعني في طريقة إن أنا أسوي كده وأعمل copy وأروح هنا وأعمل paste. طب في طريقة تانية كمان، مو هذه هي الجملة، هعمل كده enter واضغط بس على كلمة answer كده، اهي نزلت لي هنا الجملة اهي يعني بمنتهى السهولة. حضرتك اكتب واشرح المجهود اللي انت قمت بيه وسويت كذا، ايه اللي انت عملته حق الـ MIE expert الخاصين بيك. طبعا اكيد اللي هيجاوب على السؤال ده اللي هم الناس اصلا اللي عندهم خلفية، فان شاء الله يعني واثقين في ابداعاتكم ان انتوا توصفوا بالشكل اللائق في هذه الجزئية. طبعا انت اصلا ازاي اشيك بقى، انا دلوقتي ابي اشيك على نفسي، يعني ابي اشيك على ايه بالضبط، ان يكون العدد مش احنا اتفقنا، خلينا هنا نفتح القلم الخاص فينا، احنا اتفقنا ما ننسى، خلينا نكتب هنا فوق ان احنا العدد المسموح لنا به between 500 characters الى 2000 characters. اوكي طيب هروح دلوقتي ازاي يا مس نهاد هنشيك على الشغله ديت. بسيطه جدا، حضرتك اعمل عمليه يعني ظلل المنطقة واضغط هنا على حاجة اسمها Word Account، تمام كده؟ عايز تعمل Word Account لإيه؟ أوكي Pages الـ Words اللي تم تظليلها 20، الـ Characters كلها على بعضها 120. شوفوا هنا بقى، يعني شوفوا Characters no space، من غير الـ Space، الـ Characters with space، الباراجراف 2 واللاينز كذا. اوكي طيب لكن بس اللي تم ان انا حطيت عليها علامه هم فقط 20 كلمه اللي انا كتبتهم، يبقى انا بعد كده ابدا ايه ازيد في الكاركترز الخاصه ايه الخاصه بيا. واساسا كمان هقول لكم على حاجه، انتوا اصلا لما بتاخدوا كوبي بيست علشان تاخدوا وتحطوا الاجابه، لو الاجابه اكثر من المطلوب ما راح يستقبل منك، يعني بس راح يعمل بيست الجزئية معينة والجزئية التانية يسوي لها ديليت. عرفنا ازاي؟ طيب بعد كده خليني اروح على the question number 2 بيقول لي ايه. خليني برضو هنا انا ما عندي خلفية كويسة، خليني اقرأه لكم. Describe how you leverage Microsoft tools to increase accessibility for all learners in your classroom. What tools do you use and how do they support different learning needs؟ وأتوقع أن هذا السؤال بالذات إحنا تعرضنا لي أثناء لما إحنا كنا شغالين على الوان نوت، وفهمتكم أن إزاي أنت بتوصل لكل الطلبة الخاصين فيك، إزاي أنت بتوصل لكل الطلبة الخاصين فيك، مش بس كده لأ، أن أنت كمان بتقدر تحقق حاجة اسمها اللي هي differentiate learning، اللي هو التعلم أو مقابلة الاحتياجات المختلفة للطلبة، تمام؟ في زي ما أنا قلت لكم، في طالب يبي ترجمة، في طالب يبي الخط ما يكونش صغير، يبي الخط يكون كبير شوية لأنه عنده ضعف في النظر، في طالب لازم صوت، لازم ما يقدرش يمسك كتاب ويقعد يفتحه كده ويقعد يقرأ فيه، لازم في حد قاعد يقرأ جنبه. طب ده كله وفرته عندنا المايكروسوفت، تمام؟ طيب أنا دلوقتي أولاً أبي ترجمة لهذا السؤال بنفس الطريقة، هروح هنا على Translate وهروح هنا أقول له Yes وهيتم هنا الترجمة أهو.
وصف كيفية الاستفادة من أدوات المايكروسوفت لزيادة إمكانية الوصول لجميع المتعلمين في الفصل الدراسي. ما هي الأدوات التي تستخدمها وكيف تدعم احتياجات التعلم المختلفة؟ أتوقع الجوجل عمره ما هيطلع لي هذه الكفاءة من الترجمة، عشان تكونوا عارفين أن أنتوا في إيد أمينة في الترجمة، يعني حتى ما راح تحتاجهم مثلا لمعلم لغة إنجليزية، طب شيك لي على الإجابات، شوف في أخطأ عندي ولا لا. إحنا معلمين وطبعا عارفين أهمية أن اللغة تكون صحيحة يعني. وبعدين عايزة برضه أقول لكم على شغلة مهمة، هم تركيزهم على كيفية استخدام الأدوات ومعرفتك وإلمامك بالتكنولوجيا، يعني هم ده الشغلة اللي هم هيكون عاملين عليها سبوتلايت، هيكون عاملين عليها تركيز، مش هدفهم أبدا اللي هو يعني الفصاحة والأورال فلوانسي بتاعتك، لا، قد ما هم هيكونوا مركزين على الاستخدام الفعلي والابتكاري لأدوات المايكروسوفت اللي تم توفيرها. طيب هروح مرة ثانية ألجأ للباوربوينت الخاص بي، لحظة واحدة، وأبدأ أفتح كده لكم صفحة جديدة، مو صفحة جديدة، خلينا نفتح دفتر خاص بينا كده جديد، ونبدأ ننظم مع بعض الأفكار. عرفينا يعني إيه، يعني إيه accessibility tools، إيه هي accessibility tools؟ او على الاقل يا مس نهاد عرفينا اهم الادوات اللي لطفنا لازم ان احنا نكون مستخدمينها ونكون عارفين ازاي ان احنا نستخدمها. accessibility tools اللي هي الادوات اللي عن طريقها نصل الى all learners. يعني ايه كلمه accessibility tools؟ يتم تعريفها بهذول الكلمتين. اول شغله ان انت you can access to all learners، انت قاعد توصل لجميع المتعلمين عندك داخل الصف، لجميع الطلاب. And the second point is that you face or you feed the different needs of the students. Different needs of the students اللي هي اللي احنا بنقول عليها الاحتياجات المختلفة للمتعلمين. Okay. Different needs of the students اللي هي الاحتياجات المختلفة للمتعلمين. أوكي؟ طيب إيه بقى الـ accessibility tools يا مس نهاد اللي أنت تنصحينا اللي إحنا لازم نشتغل عليها؟ خدوا معايا الكلام اللي أنا هكتبه لكم ده، لو حتى هتكتبوه معايا. أول حاجة لازم تكون أنت استخدمت حاجة اسمها immersive reader، الاميرسيف ريدر، وهنشوفه دلوقتي وهنفتحه مع بعض وهعرفكم الطريقه ازاي تتجدوا الاميرسيف ريدر. اوكي طيب لازم حضرتك تكون عرفت حاجه اسمها ماث تول. لو تتذكروا معايا لما قلت لكم المدرس الخصوصي اللي وفرته المايكروسوفت عشان يفهم الطلبه المسائل الرياضيه، لازم تكون اتعرضت لحاجه اسمها الترانسليت اللي هي الترجمه. مو هذه كلها تعتبر accessibility tools؟ translate الترجمة. اوكي الaccessibility tools زي ما انا قلت لكم هي متوفرة عند الجميع وبقوة عند الوان نوت، يعني لما احب اشوفها كلها بكل خصائصها هلاقيها موجودة فين؟ هلاقيها موجودة في الوان نوت. تمام، هو هنا في السؤال ده بيحاول يشوفك انت. هذا بقى السؤال ده هو الالمام، الإلمام مش بس بأدوات المايكروسوفت، إن أنا عارف إن ده وان نوت، وعارف إن ده الفليب جريد، وعارف إن ده الماينكرافت، وعارف إن ده كذا وإن ده كذا. لا، أنا مش بس عايزك تكون عارف أسمائهم، أنا عايزك كمان كمعلم خبير يكون عندك خلفية بطريقة استخدامهم للوصول للطلبة ومقابلة الاحتياجات المختلفة لدى الطلاب، اللي هي الذكاءات المتعددة الديفرنشيشن اللي إحنا دايماً بنقول إيه، بنقول عليها. تمام كده؟ يبقى ده هي موجودة، هذه الأدوات كلها موجودة عند الأدوات كلها، يعني لما تفتح الإيدج هتلاقي إميرسيف ريدر، لما تفتح الوورد بس يكون أونلاين هتلاقي الإميرسيف ريدر، الباوربوينت نفس الطريقة، كله موجود فيه، بس موجود بقوة وين؟ داخل الوان نوت. تمام كده؟ طيب من الحاجات برضو اللي أنا هنصحكم فيها هنا لما تيجي تشتغل على التيمز، يعني أكيد كلنا استخدمنا التيمز، مش إحنا قلنا إن في بعض الأدوات احنا هنركز عليها زي التيمز مثلا. طيب ايه الاكسسبيليتي تولز اللي موجوده في التيمز؟ مثلا
اللي هي البريك اوت، البريك اوت رومز. ابدا اوصفها، ابدا اتكلم عنها. البريك اوت رومز وفرت لك ايه؟ البريك اوت رومز ان انت مثلا ممكن تقسم الطلاب على حسب الليفلز، مثلا ليفل A B C. ليفل A ده هيكون اللي هو الناس المتقدمين، فاعطيهم مثلا تمرين وتدريب مناسب لقدراتهم الفائقه، وبعدين B ده اللي هم متوسطين الحال، والC اللي هم يحتاجوا عنايه خاصه مني، احب احببهم في اللغه، مو اصدمهم باكسرسايز صعب فيكرهوا اللغه ويكرهوا المدرس، لا انا هعطيهم بس يعملوا ماتش ما بين الكلمه صورة مثلا، علشان بس ان انا احببهم في اللغة واعطيهم فعلا شغلة مناسبة لقدراتهم العقلية اللي هم موجودين فيها. تمام؟ يبقى انا دلوقتي فعلا عملت حاجة اسمها different needs، او ان انا قدرت فعلا اوصل كمان للall learners. اوكي؟ طيب كمان في حاجة اسمها praise، عارفين اللي هو praise اللي هو لما تعطي هدية الكترونية او تعطي مكافأة للطالب داخل التيمز، فده يعتبر برضو من ضمن الأدوات دي، أداة تقدر توصلك for all learners. تمام كده؟ يعني التيمز أكيد لازم يكون داخل من ضمن الأكسسبيليتي تولز، على أساس إن هي المنصة اللي أنا قاعد أشتغل عليها طول العام الدراسي. تمام؟ طيب مثلا خلينا نشوف الفليب جريد وجمال الفليب جريد. وطبعا أنا دايما لما أجي أتكلم على الفليب جريد راح أرفع القبعة دايما لأستاذة ليلى المدربة الرائعة اللي معانا في فريق الاحتياجات التدريبية. الفليب جريد عمل إيه؟ أنتوا زي ما أنتوا قلتولي لما جيت أسألكوا قبل كده يا جماعة، أنتوا إيه اللي أنتوا مفتقدينه في العملية التعليمية عن بعد؟ قلتولي فيس تو فيس، إن إحنا نشوف أولادنا، إن إحنا نسمع صوتهم، إن إحنا يعني يكون طيب على الأقل إحنا ما عندنا يعني فيس تو فيس، بس على الأقل أقدر إن هم يسجلوا أنفسهم. دي بتعمل عملية تقارب ما بين المعلم والطالب. تمام؟ يبقى الفليب جريد هي منصة جميلة جداً فعلا عن طريقها اقدر اوصل for all learners، واقدر اشبع الاحتياجات اللي هي الخاصه بالطلاق الاورال فلوانسي بتاعهم اللي هو الطلاقه اللغويه. يعني في طلاب بيعشقوا حته ان هم يكونوا مذيعين، يا سلام ان يتسجل فيديو ليا واقعد كده كاني مذيع والمدرس يقعد يسمعني ويديني لايك. انا قاعد اعمل ايه هنا دلوقتي يا جماعه؟ قاعد اعمل سوشيال. شفت السوشيال نيدز لما جينا نشتغل على دايما هفكرته، يعني شوفوا عشان تعرفوا ان احنا اتاسسنا صح، دايما هنرجع لل 21st century skills اللي هي ايه؟ اللي هي السوشيال اند كالتشرال اويرنس. قاعدين نعمل وعي اجتماعي ونشوف الفيديوهات بتاعتهم ويعطوا لبعض لايكات ويعطوا لبعض كومنت، بس بعمل لهم حاجه اجتماعيه تحت السيطره، لان هم ما زالوا اطفال. ما اقدرش اقول لهم يلا خلينا نروح على السناب شات، ولا تعالوا يلا ما نعمل مع بعض، واساسا ممنوع في المؤسسات الحكوميه. فالمايكروسوفت قاعده تعمل لنا اللي هي الوسائل والادوات اللي هي تكون بديله عن الشغلات الموجوده تحت مظله امنه اللي هي مظله المايكروسوفت. تمام؟ طبعا فيها كوميونيكيشن، يعني انا لو جيت اشتغل على الفليب جريد اكيد هيحقق لي عمليه الكوميونيكيشن. تمام؟ خلينا نروح تاني للمخطط الخاص بينا. يبقى انا ممكن هنا كمان اشتغل على الفليب جريد واشتغل واشوف ازاي هو عمل لي اكسسبيليتي تولز. طيب خليني كمان هنا، مش عارفه بقى انتوا كده، خليني كده اعمل الفليب جريد باللون الاصفر كده عشان تكون ايه واضح المواضيع معاكم. انا قاعده اقول لكم على الشغلات اللي لطفكوا في الديسكريبشن، لا تفقوا، يعني لازم هذه الأدوات تكون تحت المنظار، وطبعا كل معلم وقدراته على التعبير. تمام كده؟ طيب هروح بعد كده على إيه يا مس نهاد؟ روحي على الماينكرافت. والله يا جماعة أنا الماينكرافت أولا الماينكرافت علم واسع وكبير، بس أنا اكتشفت أن الطلاب داخل الصف عندي شاطرين فيه أكتر مني. أنا كل اللهم اللي أنا خدت اللينك بتاع الوورلد بتاعي وقمت جاية بعتها لهم وقلت لهم يا جماعة عملوا لي كذا 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 المشروع الخاص بي. تمام؟ والطلبة دخلوا وأبدعوا وأرسلوا لي فيديوهات، يعني
انا كان عندي طالبه قسما بالله ما كنت بسمع صوتها في الصف، لقيتها بتشتغل معايا. ليه؟ لان انا عملت لها حاجه عندها هي ما تحب اللغه، ان انت تدي لها كده كتاب وتقول لها يلا احفظي يلا سوي، لا انت هي قعدت تترجم المصطلحات او المشكله على شكل منزل، على شكل مثلا بدل ما اقول لها يلا انت هتروحي مثلا المساله الرياضيه هذه، شفتوا طبعا الماينكرافت فيه حاجات دلوقتي متقدمه جدا تقدروا تحطوا يو ار ال مثلا خاص بمساله تعليميه، مجرد ما انت دخلتي المساله جوه لعبه هم بيحبوها يا سلام. واستغلت الموضوع ده كمان في الكنترول على الصف، يعني انتوا هتكونوا ملتزمين معايا ويبقى في انتاجيه راح نشتغل على الماينكرافت. وفي ناس ابدعت في الماينكرافت فعلا. انت لا تجيب العصفور وتقول له روح يلا عملي في البحر وتقول عليه مو شاطر، لا اعطيهم ادوات مختلفه. هتلاقي واحد ابدع لك في الفليب جريد هذا المذيع المستقبل، هتلاقي واحد تاني ابدع لك في الماينكرافت هذا المهندس اللي هيكون في المستقبل اللي بيحب الشغلات اليدويه والبرمجه والتكنولوجيا، في واحد تاني اشتغل على الوان نوت وقعد يشتغل على الاميرسيف ريدر وقعد يسجل لي صوت على الوان نوت واشتغل عليه كويس في الترانسليشن والشغلات دي كلها، ده بقى اللي هو راح يكون مترجم المستقبل او الشخص اللي بيحب يتعامل مع اللينجويستكس. اوكي التيمز وابداعاتهم في التيمز وان هم يكونوا ليدرز يكونوا قواد ويتم تقسيمهم في مجموعات وهكذا. تمام؟ وضحت الرؤية؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها accessibility tools اللي هي الادوات اللي انا اوصل فيها لكل الطلبة واقدر اغذي الاحتياجات المختلفة لدى المتعلمين عندي. مو اعطيهم بس الكتاب والباوربوينت وقلهم يلا اشتغلوا. بس. لا. كل ما نوعت في ادواتك، كل ما نوعت في وسائلك، كل ما انت جذبت اكبر عدد ممكن من الطلاب داخل الصف. اوكي؟ طيب أنا دلوقتي عايز أوصف الشغلات اللي أنا قلت عليها دي دلوقتي. طبعاً لأن الإميرسيف ريدر مهم جداً يا جماعة، شوفوا أنا أنصحكم طبعاً إن أنتوا تشوفوا الفيديو اللي إحنا مسوينه هنا في الاحتياجات التدريبية على استخدام الإميرسيف ريدر، ما راح أكرر نفسي مرة تانية، تقدروا تاخدوا لو أستاذ فوزي دلوقتي يساعد المتدربين وينزل لهم الفيديو الخاص بالوان نوت اللينكات ويقدروا يسمعوا على الراحة، يشوفوا الإميرسيف ريدر إحنا شلون استخدمناه وإزاي استخدمنا الماث تول علشان كأنه مدرس خصوصي للطالب داخل الصف وهكذا. تمام؟ ده بيعمل لي كمان يا جماعة ما تنسوش هنا كمان تقولوا إن المايكروسوفت تولز بتعمل لي حاجة اسمها سيلف ليرنينج، يعني الطالب قاعد يتعلم على الراحة، مو واقف أنا فوق دماغه، لا هو على راحته يعمل براكتس زي ما هو عايز. والله في طالب يحتاج لساعة نص ساعة ويكون خلاص مستوعب الدرس، في طالب تاني يحتاج وقت أطول وهكذا. طب هل المعلم يقدر يوفر يلبي هذه الاحتياجات كلها داخل الحصة الافتراضية أو داخل القاعة التدريبية؟ لا طبعا، فبس أنا بعطيله الأداة وبعرفه إزاي وبدربه على استخدامه وهو ينطلق عشان يكون عنده curiosity، يبقى عنده إيه اللي إحنا قلنا عليها قبل كده اللي هو الحب الاستطلاع والفضول في العلم. أوكي؟ هروح هنا على مرة ثانية أعمل كيب بس للشغل بتاعي عشان ما يضيعش مننا، وأروح على يا رب بس تكونوا أنتم متابعين معايا والأمور بدأت تتضح بالنسبة لكم. متابعين بس محناش عايزين نقاطع حضرتك. اتفضل. وإن شاء الله للفجر لغاية ما نخلص الست أسئلة وإجابات المتدربين. الله يحفظك استاذ فوزي، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. تمام كده يا جماعه، انا قاعده استفيض لان هو اسمه ديسكرايب. لو انتوا شوفوا كل الـ 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 الاسئله الموجوده عندنا كلها عباره عن اللي هو ايه ديسكرايب اوصفي. طب انا هوصف الادوات بتاعتي في الوصف هتكون عباره عن ان انا متمكن عارف الادوات وعارف استخدامها وازاي استخدمها وازاي هي بتوصل لكل الطلاب، وابقى اكون عارف ابعاد السؤال الموجود عندي، يعني اكون عارف هنا إن السؤال هذا لازم أحقق فيه اللي هو different learning needs اللي هي الاحتياجات المختلفة للطلبة، وأوصل for all learners إزاي أنا من خلال منصة التيمز قدرت أوصل لكل الطلاب الخاصين بي وهكذا. تمام؟ طبعا أنا ما راح أعيد نفسي تاني، تقدر حضرتك بنفس الطريقة تبدأ تكتب هنا باللغة العربية الفصحى زي ما أنت عايز على الأريحية، اكتب اللي انت عايزه واعمل ظلل وروح على الترانسليت وهو هيترجم لك ولا أروع من كده، يمكن مدرس اللغة الإنجليزية كمان مش هيترجم لك بنفس هذا الإتقان. تمام؟
طيب هروح بعد كده على tell us about a series of lessons. خلي بالكوا يا جماعة، تخيلوا أنا أمس لما جيت قرأت لقيت إن إحنا ممكن أشتغل هنا tell us about a series of lessons، يعني مجموعة من الدروس أو unit أو وحدة دراسية أو project، يعني حتى الدرس أقدر أشتغل إيه؟ أشتغل عليه، تمام كده؟ طيب البروجكت ده لازم أكون حققت فيه إيه؟ يكون فيه استخدام للمايكروسوفت تكنولوجي، الـ 21st skills، لازم يكون فيه تحقيق لمهارات القرن الواحد وعشرين، and explain in detail how those skills were developed، واشرح لي إزاي السكيلز دي تم تنميتها، والبروجكت ده إزاي تم تنميته عن طريق المايكروسوفت تولز. يعني البروجكت بتاعي في شقين اتنين، ان انا استخدمت المايكروسوفت تكنولوجي وان انا حققت ال 21st skills، تمام؟ طيب خليني اوريكم مثال صغير جدا 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 عشان اوريكم الطريقة حيل سهلة وما يبلها اي مشكلة، تمام؟ انا دلوقتي كمعلمة لغة انجليزية بدأت الحصة بتاعتي، وسجلوا بقى انتوا عندكم وشوفوا ايه الادوات اللي انا استخدمتها، تمام؟ دخلت على الحصة بتاعتي، استخدمت الباوربوينت، اوكي، وعرضت الفيديو الخاص بـ verb to be. Words am, is and are with pronouns. ده درس من دروس اللغة الإنجليزية فيها استخدام الـ am والـ is والـ are. بعد ما تم شرح الدرس بالطريقة التقليدية واستوعب الطالب بالفعل طريقة استخدام الام والإز والآر ومتى استخدم الام والإز والآر، تعالوا بقى ما نشوف مهارة المعلم ازاي هيعمل ويدمج الأدوات الأخرى. ده مثال بسيط جدا أنا قاعد أقدمه لحضراتكم، أنا مش عايزاكم تلتزموا بطريقة معينة في البروجيكت، نوعوا، ابدعوا، اتركوا بصمتكم، لأنهم ما رح يختاروا أي حد، التكرار في المشروع غلط. اوكي احنا ممكن نتعاون في اعطيك شلون تستخدم الوان نوت، شلون تستخدم الفليب جريد، شلون تستخدم الماينكرافت، اعطيك نصائح، لكن في الاخر لازم يكون لك بصمتك، تمام؟ طيب انا دلوقتي كمعلم خلصت الدرس الخاص بال ام از ار، شوفوا هعمل انا ايه دلوقتي كمعلم. هروح على المايكروسوفت اوفيس 365 وراح هنا ادش مره ثانيه على التولز الخاصة بي الرائعة الموفرها لي المايكروسوفت تولز، وهروح على العملاق بتاعي اللي هو الوان نوت، تمام؟ وأبدأ مثلا أسوي لي دفتر ملاحظات، هسميه كده اللي هو verb to be، هذا المشروع الخاص بي verb to be، تخيلوا verb to be، هسوي له مشروع، هتشوفوا ازاي دلوقتي verb to be، وهعمل له إنشاء. تمام كده؟ أوكي. الطريقة بتاعتنا التقليدية، شوفوا بقى أنا هقسم إزاي؟ هقسم إن إحنا راح يسووا مشروع هنسميه أو هيتكلموا عن my family، يعني يوصفوا لي العائلة باستخدام الام والإز والآر. ها، بدأت أربط ما بين الـ خلينا نقول ايه، بدأت أربط ما بين الدرس اللي أنا درسته وما بين الحياة العملية بتاعتهم، إزاي هم يستخدموا الام والإز والآر ويستمتعوا باللغة في إن هم يوصفوا الأسرة الخاصة بيهم، تمام كده؟ طيب وبعد كده هاجي هنا في التايتل هقول له كل طالب، أنت دش يا طالب اعمل بيج خاص بيك، أنت مثلا الطالب ده اسمه منال، منال أحمد مثلا، كل طالب يدش ويعمل لنفسه صفحة خاصة بي، ويبدأ هنا داخل الصفحة منال هتعمل إيه؟ هتبدأ ترسم لي رسمة عن العائلة وتعطيني جمل باستخدام الام والإز والآر. فهذا هو مشروع منال، اللي هي إن هي عملت أو قدرت إن هي تشتغل على الام والإز والآر، وهكذا. ونفس الطلبة بنفس الطريقة، مثلا واحدة تانية اسمها هدى، خلاص هذه الطالبة، وهكذا. طيب هعمل سيكشن تاني هخصصوا لي الفليب جريد، هذه المنصة العبقرية، وأحط لهم داخل الفليب جريد
داخل الفليب جريد اكتب لهم ان هنا هيكون المتحدث مثلا الصغير باللغه العربيه نعم اوكي او the young speak the المتحدث باللغه العربيه هي اللي جت معايا المتحدث الصغير اوكي تمام كده. طيب مس نهاد لما نيجي نشتغل جوه المشروع نشتغل باللغه العربيه ولا الانجليزيه؟ اشتغل باللغه العربيه باللغه بتاعتك بالارقام باللي انت عايزه تمام، لكن لما تيجي تعمل ديسكريبشن لهم تعمل الديسكريبشن باللغه الانجليزيه تمام كده. طيب المتحدث الصغير ايه اللي هيحصل بقى؟ هحط لهم هنا اللينك مثلا، انا دربتكم وعرفتكم خلاص طريقه ان احنا ندخل اللينك الخاص بالفليب جريد، هعمل لهم داخل الفليب جريد جروب وهحط لهم هنا اللينك الخاص بيهم بحيث كل طالب يدخل على الفليب جريد ويبدا يتكلم عن العائله بتاعته. يبقى انا دلوقتي استخدمت منصه الفليب جريد، لا مش بس كده، هعمل لهم كمان سيكشن خاص بالماين كرافت. اوكي الماين كرافت اوكي، في الماين كرافت هقول لهم مثلا هتقدروا ان انتم تدشوا في الماين كرافت ومثلا تحطوا لي اللي هي الشخصيات كانها العائله بتاعتكم، اعملوا لي العائله بتاعتكم في الماين كرافت والمنزل بتاعكم وكده، وممكن تستخدموا كمان في بيبقى في زي بوردز اللي هي اللوحات اللي بتكون في العالم الماين كرافت، يقدروا يفتحوا اللوحات دي ويوصفوا عليها العائله بتاعتهم باستخدام الام والايز والار. هو ده يا جماعه الكونكشن اللي انا بقول لكم عليه. يبقى اول حاجه الطالب بدا يستخدم، ممكن هنا طبعا بالدرو يستخدم، ممكن هنا يحط لي صوره للعائله بتاعته، هيعمل لي مشروع اهو داخل الوان نوت، والوان نوت هتكون مساحه ان هي تجمع كل الطلاب عندي. الفليب جريد بدات اشتغل عليه، الماين كرافت يبقى انا كده اشتغلت على، طبعا هستخدم كمان التيمز عشان اسوي الميتنج واحدد الادوار واعرفهم بكذا واعمل كابتشر للسكرين بتاعتي واحطها عندي تمام كده. طيب لما اجي بس اهم حاجه الله يحفظكم، لما تيجوا تعملوا شير لاي لينك، اتاكدوا ان هو anyone، تضغطوا عليه كده ابلاي، ولما وكمان خلوها كان فيو، ده لما اجي احط اللينك ده كايه؟ كاثبات في السوي الخاص بي. وطبعا اضغط هنا على الكوبي وهنا هيكون جاهز خلاص اللينك موجود عندي عشان احطه في السوي الخاص ايه؟ الخاص بي. بعد كده اجي بقى هنا داخل الايه؟ الباوربوينت بتاعي، اعمل صفحه ثانيه اهو. انا عملت ايه دلوقتي؟ يعني الموضوع انا ممكن كل، على فكره احنا عندنا حاجه يا جماعه اسمها اللي هو البروجكت بيز ليرنينج. يعني ايه البروجكت بيز ليرنينج؟ يعني التعليم القائم على المشاريع. انت كل درس اعمل منه مشروع، انت كل درس خلي فيه كونكشن ما بين الطالب وما بين المجتمع بتاعه، بس انت حط له الخطوط العريضه، قول له انا عايزك تسوي، ادي له المهمه وهو راح ينطلق في البيت بقى، هو ينطلق يستخدم الوان نوت، يستخدم الفليب جريد، يستخدم الماين كرافت، ويعمل كمان انسرت للشغلات اللي هو ايه سواها تمام. يبقى انا دلوقتي كان الهدف بتاعي ان الطالب يعمل ايه؟ ايه الهدف بتاعي؟ الهدف بتاعي ان الطالب يستخدم verb to be، to talk about his family، تمام. انا اعمل مخطط لنفسي كده عشان الديسكريبشن يكون سهل عليا بعد كده. طيب وبعدين شنو استخدمت انا لما جيت احقق الهدف ده؟ والله انا استخدمت التيمز. علشان اعمل حاجه اسمها كوميونيكيشن. حققت من خلال التيمز ايه؟ ايه الشغله انا حققتها من خلال التيمز؟ من خلال التيمز، منصه التيمز التعليميه العملاقه بتحقق لنا الكوميونيكيشن اللي هو التواصل الامن ما بيننا وما بين الطلاب، كوميونيكيشن. اوكي كده؟ طيب ايه كمان استخدمت داخل المشروع بتاعي؟ يلا على السريع، استخدمت الوان نوت، والوان نوت من خلاله قدرت ان انا أحقق حاجة اسمها collaboration. أوكي طيب وبعدين استخدمت كمان اللي هو الفليب جريد،
من خلال الفليب جريد انا حققت مثلا خلينا نقول هنا الكرياتيفيتي لما دخل وحط اطارات واتكلم بطلاقه في هنا ابداع عنده كانه مذيع بالظبط اوكي وعمل كونكشن ما بينه وابدا على هذا الاساس ابدا اشتغل وممكن كمان ما يخالف ان انا ممكن ارجع كمان هنا للمخطط الخاص بيا اللي هو ده هشوف مثلا انا حققت الليترسي اللي هي اللغه تمام كده حققت كمان اوكي حققت الكرياتيفيتي حققت الكوميونيكيشن حققت الكولابوريشن طبعا الكرياتيفيتي في الماينكرافت كمان سوري انا نسيت اتكلم عن الماينكرافت ده اهم حاجه اصلا لما هنا اشتغلت لما قلت لهم روحوا على الماينكرافت ده كرياتيفيتي خطيره حاجه كمان خليني اقول لكم على المصطلح اللي انتم ممكن تستخدموه هنا مع الماينكرافت حاجه اسمها computational thinking اللي هو التفكير الرقمي او digital thinking اوكي يبقى هنا استخدمت على او اشتغلت على الماينكرافت ممكن يستخدموا الماينكرافت يكتبوا اسماء العائلات بتاعتهم في الفضاء في الماينكرافت الناس اللي عارفه البرمجه تمام يبقى انا هنا ممكن اكون حققت الحاجه اسمها programming اللي هي مهاره البرمجه اللي انا قلت لكم عليها قبل كده البروجرامينج او البروجرامينج او كمبيوتيشنال ثينكينج اوكي كل واحد بهذه الطريقه يشتغل على المشروع اللي هو اشتغله مع الطلبه بتوعه يعني انا من داخل دروسي لو انا سويت شغلات في الكلاس نوت بوك اصلا اقدر اشتغل عليها بنفس هذه الايه هذه الطريقه اوكي في ناس بتستريح على الوان نوت على اساس يكون كل مشروع منفصل بذاته واقدر ان انا احتفظ بيه عندي لان الكلاس نوت بوك ممكن مع انتهاء السنه الدراسيه يتلغي والطلبه يروحون وكده لكن داخل الوان نوت بيبقى كانه بتاعي انا ده شغلي انا احتفظ بيه واقدر ان انا زي ما مثلا دلوقتي المايكروسوفت طالبه مننا ان احنا نعطيها امثله وادله على استخدامنا والمشاريع الخاصه بينا اوكي طيب نروح بعد كده على السؤال اللي بعد كده عرفنا البروجكت البروجكت اللي احنا وما ينفعش ابدا يكون كوبي بيست لازم يكون في ابتكار لازم يكون والحاجه اللي انت وصلت لها يعني مثلا في توبيك معين انت وصلت له يعني يا ريت انت ما تعملش شير ما بينك وما بين اي حد خلاص احتفظ بيه لنفسك عشان هم يعني الكوبي بيست ده هيعرضك ويعرض زميلك انتوا الاثنين تكونوا اكس مش قاعد تساعدوا ابدا انتوا الاثنين هتتضروا تمام كده طبعا الكلام ده مش مني يا جماعه انا الحمد لله حضرت ويبينرز كتير ولقاءات كتير لميس سولانج ميس سولانج ديت اللي هي اكيد استاذ فوزي عارفه وعلى اتصال بيها اللي هي مختصه بتقييم الخمس دول عربيه ما بينهم مصر والكويت عمان والامارات اتوقع وهكذا تمام طيب بعد كده بيقول لي ايه بقى بيقول لي بروفايد ا لينك حطي لي اللينك دايما اللينك يا جماعه اللي يكون سوي واحسن حاجه هم قالوا عليه طبعا انا ممكن اعمل فيديو ممكن اعمل كابشر للصور وممكن احط لينكات طيب يا ميس سولانج انت احسن حاجه هتريحك في التقييم ايه قالت لنا الصور يعني اروح كده خليني اروح تاني على الوان نوت بتاعي طبعا انا هدي لها اللينك بتاع الوان نوت خلينا فرضا ان حصل مشكله تقنيه اللي احنا كلنا بنتعرض لها ان مثلا الوان نوت بتاعي ده ما اتفتحش خليني افتح لكم وان نوت في شغل شويه انا كنت مسويه قبل كده مع قناه صقر لحظه واحده لا انا مش عايزه كده انا عايزه افتح وان نوت جديد خالص يعني شغله جاهز عندي اوريكم مثلا شغل الطلبه اعمل له كابتشر للصور بتاعته عرفتوا ازاي كابتشر للصور لانه هو قاعد يصحح كميه كبيره فمش فاضي يفتح فيديو ويقعد يشوف انت اكتر حاجه توثيقك يكون عن طريق الكابتشر ان انت تعمل برنت سكرين وتحط له في السوي ورابط السوي هذا تحطه له طبعا رابط السوي بيقبل الفيديو تحط كل حاجه حطها مش هنحرمك من اي حاجه داخل السوي بس لا تنسى تدعمه دايما بالايه بالكابتشرز مثلا هنا فين الملف فين ده اتوقع ده اللي احنا كنا سويناه مثلا مع حضراتكم لا مش ده اللي انا عايزاه لحظه ايوه مشروع علم الفضاء ده كنا سويناه ففي شويه شغل مثلا للمعلمين اشتغلوا معايا فيه تمام
اللي انا لاحظته ان انا بعد ما سويت الاكزامبل دوت لاحظت ان المدرسين قاعدين ياخدوا كوبي بيست كوبي بيست، حتى طريقه التقسيمه. لا يا جماعه انتوا جددوا جددوا، يعني دي مجرد افكار. مثلا هنا مساحه التعاون المتخصص، تمام. كان في شغل حلو بس شوفوا حذفوه. اوكي تمام حلو. مثلا هنا هنا مثلا مشاركة الطلاب مثلا، ده زي collaboration أو مثلا brainstorming للمشروع. أعمل print screen وأروح على السوي بتاعي وأحط الايه أو في الpowerpoint وأخزن الايه الشغل بتاعي وأكابتشر الصور الخاصة بي بالشكل ده. يبقى أقدر أخد link من هنا مش share، أقدر أخد print screen، أقدر أعمل فيديو قصير أشرح فيه الفيديو بصوتي أنا، وياريت يكون باللغة الإنجليزية كده الجميلة، أنا عملت كذا وكذا وكذا، أو حتى باللغة العربية زي ما يترقى لكم. بس أنا دايماً أشجع على اللغة الإنجليزية سواء في السبيكينج أو لما تيجي توصف حاجة يعني أنت اشتغلت عليها، علشان هم المعلم الخبير لازم يكون على دراية باللغة العالمية في التواصل دلوقتي هي اللغة الإنجليزية. تمام. أنا حابة بصراحة أن أنا أشوف كده حضراتكم وأرجع مرة تانية، الحمد لله موجودين معايا لسه. تمام، عرفنا اللينك. يعني اللينك الوحيد المطلوب دلوقتي هو اللينك الخاص بالإيه، اللينك الخاص بالمشروع. طيب أنا يعني يا أستاذة نهاد عملنا مثلا هنا في الأكسسيبيليتي تولز، أنا عندي مثلا صور، أنا مثلا استخدمت الإيميرسيف ريدر مع الطلبة، عندي صور مثلا الترانسليشن الحاجات دي عشان أعرفه أن أنا وصلت للأماكن دي. تمام. طيب اعمل ايه؟ اعمل لها سوي منفصل وحط بس خلي كل يعني مثلا انت دلوقتي هتكلم عن ايه، عن الاكسسيبيليتي تولز اللي هي ازاي انت وصلت لكل الطلاب، زي التيمز، زي الاميرسيف ريدر، زي الترانسليتر اللي هو المترجم وهكذا. تمام. اعمل سوي، كل سوي يكون منفصل بذاته، يبقى في سوي خاص بالاكسسيبيليتي تولز، في سوي تاني هعمله خاطر ازاي انا عملت تطوير او ساعدت الكوليجز بتوعي او الزملاء الخاصين بيا. لو انا مثلا عندي صوره الورشه، عندي سكرين شوت من الورشه، عندي الفورم الخاص بالورشه اللينك بتاعها وهكذا. تمام. يبقى اقدر احط لينك هنا من ضمن الايه، من ضمن الشرح، من ضمن الشرح بتاعي. يعني مثلا انا شرحت كده، هقوم جاي رايح على السوي الخاص بيا على سبيل المثال، يعني اوكي اعمل سوي منفصل، سوي يكون مختص بالشغل مع زملائي، سوي تاني خاص بشغلي مع طلابي والاكسسبيليتي تولز اللي انا حققتها، سوي تاني خاص بالايه بي، طبعا اهم واحد فيهم اصلا. تمام. يعني هي ميس سولانج قالت هو مو مطلوب غير السوي الخاص بالايه بي، بس انتوا ما شاء الله عليكم في ناس تحب تجود، في ناس عندها شغل كتير وحابه توريه لنا، فتقدر تسوي بالطريقه دي، يعني تكون سوي منفصل. خلي ده مثلا، ده السوي مثلا الخاص بالمشروع بتاعي مثلا. تمام. اقوم اروح كده واعمل مشاركه، برضو باكد عليكم كمان مره لما تيجوا تسوون مشاركه لازم تتاكدوا إن أي شخص لديه الارتباط يمكنه فتح هذا اللينك. تمام كده. وأضغط هنا على الكوبي لينك وأروح أحطه هنا فين، خليني أوريكم الطريقة، يعني يكون من ضمن الكلمات اللي هيتم إيه حسبانها. ده الأساسي، لا ده اللي فيه الترجمة أهو، وأجي هنا كده وأعمل إيه بيست عايز افعله اهو، تم التفعيل بتاعه. يبقى انا دلوقتي دخلت السوي، وهيتم طبعا اللي مكتوب ده هيتم حسبانه من ايه، من ضمن، بس طبعا السوي بيديني ايه مجال اوسع في الشرح، في الناس اللي اشتغلت على نفسها ما شاء الله، عملت كذا، سوت مبادرات، سوت ورش كده، يبقى كل ده موجود داخل السوي الخاص ايه بيك، وهم بيفتحوا السوي ويشوفوا الشغل الخاص ايه الخاص بيك. واكده كمان ان يعني لما تبي توثق شيء، اكتر شيء هم حتى في الماينكرافت مثلا، لا تحط لي الفيديو الخاص بالبنت، انا مو هدفي ان انا اشوف البنت شنو مسويه، لا حط لي بس كابتشر للصور ان البنت هذه الصوره النهائيه اللي وصلت لها البنت، البروجكت النهائي عند البنت ان هي سوت منزل وداخل هذا المنزل بيعيش العائله بس، واكابتشر صوره المنزل مع العائله بس، خلاص خلصنا على كده. تمام. وتقدر طبعا تحط اللينكات بتاعتك وكل شيء السوي بيقبل. طيب خلصنا من دي. طيب هنا بقى شوفوا، الله يحفظكم كده، خليكم معايا في الحتة دي اللي هي tell us about، دي خلصناها خلاص. provide a link خلصناها خلاص. نروح هنا على describe what the
fact, the result of student learning, نتيجة التعلم. أوكي. أنت الحين اشتغلت مع الطلبة واشتغلت ماينكرافت واشتغلت الفليب جريد واشتغلت كذا وكذا وكذا. هل نتيجة التعلم ده إيه اللي حصل للطلبة؟ ارتفع مستواهم، بدأوا يحصلهم يحبوا من القواعد بتاعة اللغة الإنجليزية بعد ما كانت صعبة بالنسبة لهم. أوكي؟ طيب. وإزاي إن هنا المايكروسوفت تولز قدرت تساعدك في تحقيق هذه الأهداف؟ شوفوا في السؤال ده بالذات لما نيجي نتكلم عن الريزلت أوف ليرنينج، الريزلت أوف ستودنت ليرنينج، خليني برضو هنا أعمل لكم هنا داخل الباوربوينت ده، خليني هنا نفتح صفحة جديدة لنا ونكتب فيها بالضبط إزاي أقدر أقيس وإيه المطلوب مني هنا لما أجي أسوي لهم لينك. يعني لما أجي أسوي ده مطلوب في لينك بعد، يعني مطلوب حاجتين في اللينك الأساسي، يعني الأساسي إن أنا أحط لينك خاص بالمشروع ولينك تاني أشرح فيه نتائج التعلم، إثبت لي إن عن طريق أدوات المايكروسوفت حققت الهدف اللي أنت تبيه، ارتفع مستوى طلابك وهكذا. تمام؟ طيب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ هاجي هنا هشتغل على حاجة اسمها اللي هو the result of students learning، اللي هو تعلم، نتيجة التعلم اللي حصلت عند الطلاب. طيب تنصحينا بقى بإيه يا ميس نهاد، وإيه الأدوات اللي إحنا المفروض نحطها في الجزئية دي لما نيجي نديلهم اللينك؟ حطي لي الفورم قبل وبعد عملية التعلم. أنا في بداية الحصة عطيت لطلابي فورم، أكيد حضراتكم عارفين الاختبارات الإلكترونية الموجودة عندنا الفورم، أوكي، أو الكويزز اللي إحنا بنقول عليها الكويز، عطيتهم قبل الحصة، قبل بداية الأول ما الحصة بدأت، على الأم والإز والآر، وكانت النتيجة 20% إجابة صحيحة. يعني معنى كده أن الطلاب ما كانوش مستوعبين القاعدة، وبعد ما استخدمت معاهم الطرق المختلفة وكذا 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 وصل عندي الحل ل 30%. سوري، شنو 30%؟ وصل عندي النتيجة بعد كده وصلت إلى 90%، يبقى كده في تحسن، يبقى أنت كده أثبتت لي. مش بس كده، ما تنسوش إن إحنا عندنا أداة خطيرة اسمها إنسايت، اللي بتبين تفاعل الطلبة، اللي بتبين مشاركة الطلبة. أنا قبل كده لما كنت بعتمد مثلا على الباوربوينت بس في بداية السنة كان الأكتيفيتي بتاعهم قليل جدا، ما كانش فيه تفاعل، ما كانوش بيشتغلوا معايا، ما كانوش بيفتحوا المايك. لا، بعد كده لما بدأت أدخل الماينكرافت وأدخل الأدوات المختلفة اللي هي جذبتهم في البيئة التعليمية، بقى الأكتيفيتي بتاعهم بدل ما كان، وده كله نقدر نحصله من التيمز الخاص بينا، بدل ما كان الأكتيفيتي انتوا أساسا أوريدي لما تفتحوا الإنسايت هتلاقوا في البداية كان 20%، لا بعد شوية لما بدأت أستخدم أدوات مايكروسوفت وصلت مثلا خلينا نقول ل 58% مشاركة. تمام؟ طبعا انتوا عارفين الفورم ازاي تطلعوا التحليل البياني والشغلات ديت ايه منه. الانتاج كمان عن طريق الطلبه اصبح عندهم مهاره الرايتنج عاليه. طب وين توريني مهاره الرايتنج؟ كابتشر له صوره من الوان نوت لما قعدوا يكتبوا عن العائله بتاعتهم. طيب مش بس كده، اصبحت مهاره اللي هي الاورال فلوانسي، اللي هي الطلاقه الشفهيه عندهم، الاورال فلوانسي أصبحت عندهم عالية جدا. تمام؟ طيب إيه الدليل إن الأورال فلوانسي أصبح عالي عندهم؟ كابتشر له صور من الفليب جريد وإزاي هم كم عدد الطلاب اللي اشتركوا معاك وهكذا. تمام؟ في الأورال فلوانسي هنا ممكن طبعا أشتغل على الفليب جريد. أوكي؟ أهم حاجة، أهم حاجة أو أهم ثلاث أدوات تم التأكيد عليهم في هذا السؤال، نبي منك الفورمز اللي بيدل على النسب اللي داخل الكلاس نوت بتاعك. طب أنا دلوقتي ما عنديش طلاب، اشتغلوا في جروبات مع بعض ما لا يقل عن 20 معلم ومعلمة، الانسايت، الرايتنج، ولسه ما زال معنا وقت، الرايتنج، الأورال فلوانسي، بالتناوب ما بينكم وما بين بعض، يعني 20 معلم ومعلمة يتفقوا ما بينهم وما بين بعض. تمام؟ ويبدأوا يشتغلوا
على اساس ان لو الناس مثلا كانت قبل كده ما عندهاش ايه. واتوقع الفورمز والانسايت كلنا شغالين عليه احنا كمعلمين، يعني من الادوات الاساسيه المحفوظه اللي هي بيتم حفظها بشكل تلقائي اصلا داخل التيمز يعني. اوكي، تم فهم يعني ايه ازاي اقيس الريزلت اوف ستودنتس ليرنينج، ودي اعمل لها سوي منفصل بيها. اوكي طيب، اروح بعد كده على اعمل اسكيب واقول له كيب الكلام اللي انا كتبته ده، واروح هنا ان شاء الله كده احنا قربنا نخلص. اوكي طيب، نروح هنا بقى بيقول لك ايه، بيقول لك share two examples of how you have supported both learning and the growth of your colleagues. يعني هنا بالمختصر المفيد يا جماعه، السؤال ده له شقين اتنين. الشق الاول، انا مش عارفه مين اللي قاعد بيكتب معايا يعني، ما شاء الله عليكم. طيب شوفوا الشق الاول اللي انت your own learning، ازاي انت كنت عندك حب ان انت تكتسب، يعني حضرت الورش، يلا اعطوهم الشهادات الخاصه بفريق الاحتياجات التدريبيه. طيب انا دخلت مثلا في قولوا معايا في اللي هو مجتمع المايكروسوفت التعليمي وحصلت على شهادات وكذا، كل ده حطه في السوي، اشرح وبعدين اديله الرابط بتاع الايه بتاع السوي. يبقى في الماي او اللي هو اون ليرنينج الخاص بي انا، التعليم الخاص بي انا، ممكن استعين بيه اللي هو مثلا شهادات الخاصه بالورش التعليميه، الورش اللي انا حضرتها. تمام، ممكن استعين ب مثلا ان انا مثلا كنت حريص ان انا اشتغل في المايكروسوفت ايديوكيتر سنتر، مايكروسوفت اوكي. طيب انت شوف، وبعدين في شهاده هي يعني ممتازه جدا لو حضراتكم حصلتوها، اللي هي الام سي اي اللي هو المعلم المعتمد لدى المايكروسوفت. هذه الشهاده انا في ناس في بعض المحافظات في مصر ما شاء الله عليكم اعطتوها مجانا اصلا، عملتوها زي منحه مجانيه للمعلمين. هذا يعتبر لو حطيتها له بس يعني هذا اقوى دليل ان انت قعدت اشتغلت على ال 21st century skills اللي هو اساسا هو محور الشغل كله داخل الام اي اي سيلف نومينيشن. تمام، يعني الام سي اي هو يعني اثبات قوي لتنميتك المهنيه. الجزئيه الاولى كاني بالظبط بقول لك انت كيف نميت نفسك مهنيا وتكنولوجيا، شنو كنت بتسوي، بحضر دورات وهذه هي الشهادات الخاصه بيا، كنت بحضر في المايكروسوفت في المجتمع المايكروسوفت التعليمي وهذه هي الشغلات اللي انا كنت بسويها واستفدت منها، كنت حريص ان انا احصل على شهاده الام سي اي وهذه الشهاده خلتني اتمكن من ال 21st skills century اللي هي ادوات او مهارات القرن ال 21. الشق الثاني من السؤال اللي هو growth of your colleagues، شلون انت خلينا نقول انت عملت عملية تنمية للكوليجز الخاصين يعني زملائك، مو الـ MIE expert. السؤال الأول اللي كان فوق كان خاص بالـ MIE expert يعني زملائك على مستوى المعلمين الخبراء، هنا بقى زملائك العاديين يعني خالص اللي هم داخل المدرسة وكده. تمام، طيب شوف انت سويت ايه، عملت مبادرات لهم، سويت لهم ورش معينة، شوف انت بالضبط شنو سويت لهم، وحط بقى البرنت سكرين الخاص ومثلا اللينكات الخاصه بالاجتماعات، ممكن الانونسمنت الاعلانات اللي انت كنت مسويها لهم وهكذا. تمام، ممكن كمان هنا لو في حد كان ام اي اي ترينر يقدر يحط اللينك الخاص ب كام اي اي ترينر اللي هو كبير مدربي من مايكروسوفت، سواء هو MIE trainer يقدر طبعا هو يحط او يكابتشر حتى كابتشر الموقع بتاعك ك MIE trainer كمدرب معتمد لدى المايكروسوفت، لان اساسا انت ما تصير مدرب معتمد الا اذا انت فعلا دربت ناس والناس ديت شغلت الاكواد بتاعتك وهكذا. تمام، بكده نكون عرفنا طريقه الحل الاسئله اللي هي بنقول عليها اللي هي المرحله دي يا جماعه بقول عليها المصفى للمعلم الخبير. الكل ممكن يعدي المرحله الاولى، المرحله الثانيه هنا هتبين للمايكروسوفت خلفيتك انت فعلا خبرتك في التعليم. يعني ايه خبرتي في التعليم؟
يعني ازاي قدرت اطوع ادوات مايكروسوفت التعليميه. يلا خلينا اديكم كده اخر حاجه، ازاي انا قدرت استخدم المايكروسوفت تولز دي اللي هختم بيها شغلي النهارده. ده اللي انا عايزاكم تحطوه تحت المنظار وانتوا شغالين على الاجابه في هذه المنطقه. ازاي انت قدرت تستخدم المايكروسوفت تولز اللي هي ادوات المايكروسوفت علشان تحقق حاجه اسمها 21st century skills اللي هي مهارات القرن الواحد وعشرين. انت ومهاراتك، انت وطريقتك، مو بكثره الادوات بس، في ادوات قلنا ان هي اساسيه، مو بكثره الادوات لا، بس ابتكارك، ابداعك في استخدام هذه الأداة. انت اقنع اللي قاعد يقرأ الديسكريبشن ان انت فعلا معلم خبير، فاهم يعني ايه accessibility tools، فاهم يعني ايه مهارات القرن الواحد وعشرين، فاهم وعندك خلفية كبيرة جدا بالأدوات العظيمة وبالمجهود العظيم اللي قاعد يوفره لنا المايكروسوفت. يا رب النهاردة اكون قدرت اوفي حقكم عليا اليوم وبحضوركم الكريم. والله انا مش عارفه اقول ايه، يعني انا لما افتح الساعه 11:30، انتوا كام الساعه عندكم دلوقتي؟ الساعه عندي بقت 10:30 والاقي 258 معلم ومعلمه ما زالوا قاعدين يحسنون الاستماع ليا، ارفع لكم القبعه ولكم جزيل الشكر والعرفان. وشكرا جزيلا استاذ فوزي ان انت دايما بتحلي فرصه ان انا التقي مع متدربينا الاعزاء، واترك المايك لحضرتك. اتفضل استاذ فوزي. مرحبا بك أستاذة، بس أنا في لغة الأرقام لازم أصحح، 258 زائد 9 مقدمين يبقوا كام؟ يلم الحضور برضو. والله كابتشر الصورة دي لأنها إنجاز كبير لحضرتك صراحة، إنجاز كبير حصل جدا. وصلت فعلا على الواتس بتاع حضرتك. تسلم يا رب، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم. بكم نرتقي وزي ما انتم شايفين هتكتشفوا بعد كده ان المدرب والمتدرب قاعدين يستفيدوا من بعض. استحالة المدرب يصير مدرب شاطر بدون متدربين عندهم صبر وعندهم شغف زي حضراتكم. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك أستاذة نهاد، بصدق يعني كل ما بنسمع ليكي محاضرات بنستفاد ومعلومات جديدة وبتبقى لأول مرة، بصراحة شرح ممتاز وفوق الممتاز كمان. ربنا يبارك فيك ويبارك في علمك، بصراحة يعني قمة الجدارة. شكرا لك، شكرا أستاذ. إن شاء الله هنفتح باب الأسئلة وهنجاوب على كل الاستفسارات بتاعة المتدربين. وجاني اقتراح كمان، ممكن نعمل فيه فورم إذا حد يأيدني. مثلا الزملاء بيشكوا إن ما فيش طلاب في المدارس، بيشكوا إن ما فيش يعني عندهم ورش تدريبية. أنا بقترح إن أفتح تيمز والمتدربين كل واحد يوضب المادة العلمية بتاعته في الموضوع اللي هو عاوزه بحيث لا تزيد عن 5 دقايق، ونبقى إحنا الطلاب بتوعه بالمجموعة الكبيرة دي وهو المدرب، وننتقل إلى زميل آخر متدرب يبقى مدرب وإحنا الطلاب بتوعه، وعلى قد ما نقدر نستوعب وهو بحيث ان هو ياخدها كدلائل لممارسته لأدوات مايكروسوفت. للأساتذة بتوعنا المتدربين، ايه رايكم في الاقتراح؟ أستاذ نهاد سمعاني؟ مع حضرتك، أنت بتقول المتدربين ولا المدربين أستاذ فوزي؟ طبعا اقتراح جميل جدا.
انا بقول المتدربين اللي معانا زملائنا اللي بيسمعونا وبيسمعونا المحاضرات اللي فاتت تمام. ايه المانع ان احنا نسمعهم وزمايلنا كمان المتدربين يسمعوهم وكل واحد يوضب يعني يجهز الماده العلميه بتاعته ويشير شاشه ويشرحها في باوربوينت في تيمز في فليب جريد في الموضوع اللي اختاره 5 دقائق ويسجلهم ويوثقهم عنده ويبقوا هم الدليل بتاعه لمايكروسوفت للترشح لمعلم مبدع خبير بحيث ان هو يبقى هو بيشكو من ما فيش طلاب لا احنا نبقى الطلاب بتاعتك. رايكم في الاقتراح؟ والله هو الاقتراح جميل.